بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات مراجعة نهائية للكيمياء للصف الثالث الثانوي العام. طبعا بعد مش عاوزين نقول ماراثون أو غيره، الامتحانات اللي فاتت جت ميعاد أو جه ميعاد المراجعة الجميلة بتاعتنا للكيمياء. في طلبة مستغربة من كلمة جميلة، إيه في الكيمياء دي؟ أفضل مادة تقدر تلم فيها درجات كويسه وتقدر تحاول بقدر الامكان ان انت توصل للاجابه النموذجيه بتاعتك مادتنا باذن الله. طبعا مع بدايه حلقتنا النهارده هنحل مجموعه من الاسئله المتوقعه، وحته المتوقعه دي حط تحتيها خط، لان ممكن اللي بنقوله ده يجي في الامتحان. احنا بنفكركم بالمنهج عندنا وباهم الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان. اسئله مهمه جدا مع اجابات نموذجيه، طبعا مع استاذنا الفاضل الاستاذ سامي الجزار اللي مشرفني النهارده. اهلا بيك يا استاذ سامي. اهلا وسهلا بيك، وان شاء الله حسن الخاتمه باذن الله رب العالمين. يا رب. يعني يا دايما رب. اقول الكيمياء حسن الختام ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله اولياء الامور يبقوا مبسوطين والطلبه مبسوطين، وربنا يفرح كل الناس اللي في الثانويه العامه ان شاء الله. هنبدا كده على طول، بس حاولوا تسمعوا معانا الاسئله كويس ونسجل الاسئله ونحاول نكتبها ونشوف اجاباتها ازاي. بدايتنا كده، احنا ممكن نذاكر ايه النهارده؟ ممكن نجمع ايه اسئله النهارده؟ تميق معانا في الباب الثالث مع ربطه بالادله والبي اتش والبي او اتش اللي موجوده عندنا. السؤال من الاسئله المهمه يا استاذ سامي بيقول لي ايه؟ وضح او قارن بين قيمه البي اتش لمحلول مائي الاسيتات الصوديوم ومحلول مائي عند امرار غاز ثالث اكسيد الكبريت في الميه. يعني محلول مائي ثالث اكسيد الكبريت، خلي بالك ثالث اكسيد الكبريت في ميه يعني حمض الكبريتيك بطريقه التلامس. محلول مائي لثالث اكسيد كبريت في الميه ومحلول مائي لاسيتات الصوديوم في الميه. نشوف السؤال الاول يا استاذ سامي ونحاول بقدر الامكان نفسره لاولادنا يعني. طيب، هو السؤال بيقول قارن بين قيمه البي اتش لمحلول مائي لاسيتات الصوديوم. احنا عندنا اسيتات الصوديوم لما بيتأين في الميه او يتميق في الميه بيدينا هيدروكسيد صوديوم وبيدينا اي حمض الاسيتيك، ولكن هيدروكسيد الصوديوم عشان قلوي قوي تام التأين فيبقى المحلول بتاعي قلوي، فيبقى انا عندي المحلول المائي لاسيتات الصوديوم قلوي البي اتش بتاعه اتفضل اكبر من 7. تمام. طب وثالث اكسيد الكبريت، احنا عارفين من طريقه التلامس بتاع حمض الكبريت انتاج حمض الكبريتيك ان انا عندي ثالث اكسيد الكبريت اللي هو الاس او 3 لما بيدوب في الميه بيديني محلول حمضي من حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك ده معناه ان البي اتش اقل من 7. يبقى انا هو بيقول لي قارن بين قيمه البي اتش لمحلول مائي لاسيتات صوديوم ومحلول مائي لثالث اكسيد كبريت. طالب عشان يبقى بيقرا بالراحه كده، المحلول المائي لاسيتات الصوديوم محلول قلوي، لان اسيتات الصوديوم لما بيتميق في الميه بيديني حمض ضعيف ومحلول قلوي قوي. طالما المحلول قلوي قوي يبقى البي اتش اكبر من 7. التفسير ده حسب قاعده لوشاتليه او حسب لوشاتليه طبعا. فبالتالي احنا بنتطرق دلوقتي لقاعده مهمه جدا في الباب الثالث عندنا بعد التميق، قاعده لوشاتليه. في عندنا بعض الحاجات الاساسيه في الامتحان زي ايه؟ قانون فعل الكتله لجولدبرج وفاج، قاعده وقانون اوستفلد اللي هو بيدرس علاقه عكسيه ما بين التأين وما بين التركيز، تخفيف وتركيز، قاعده لوشاتليه. الطالب لو جاله مصطلح علمي قال لي تأثير بعض العوامل مثل تركيز أو حرارة أو ضغط على تفاعل متزن، جاب لي الثلاثة يا أستاذ سامي، تركيز ضغط حرارة، يبقى دي على طول إيه؟ قاعدة لوشاتليه. قاعدة لوشاتليه. لو قال لنا علاقة طردية ما بين سرعة التفاعل والتركيز يبقى قانون فعل الكتلة لجولدبرج وفاك. محدش ينسى التجربة النهاردة تراجعها دلوقتي بعد الحلقة، اللي هي أثر التركيز على التفاعل بتاع كلوريد حديد ثلاثي مع السيوسيانات امونيوم عشان يكون لون احمر ايه؟
دموي. واحدة واحدة عشان الجزء ده مهم. اتفضل نقول نشوفها تبع السن. نشوف الأول منطوق قانون فعل الكتلة اتفضل. للعالمين جولدبيرج وفاك. قانون فعل الكتلة بيقول إيه؟ عند ثبوت درجة الحرارة يتناسب معدل التفاعل الكيميائي تناسبا طرديا مع حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع لأس يساوي عدد المولات من الجزيئات. تاني، عند ثبوت درجة الحرارة يتناسب معدل التفاعل الكيميائي تناسبا طرديا مع حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع لأس يساوي عدد المولات من الجزيئات أو الأيونات. طيب القانون ده لما نحب نطبقه بطبقه على مين؟ بطبقه على تجربة في غاية الأهمية. بجيب محلول كلوريد حديد 3 FeCl3 اللون بتاعه أصفر باهت، بضيف له سيو سيانات الأمونيوم NH4SCN3 مول. التفاعل الاتجاه رقم واحد التفاعل الطردي هيدينا 3 مول NH4Cl زائد الـ FeSCN/3. ده محلول اللون بتاعه دموي. احمر دموي. كلوريد الحديد 3 محلول اللون بتاعه اصفر باهت، وده عديم اللون وده عديم اللون، والتفاعل ماشي كده في الاتجاه الايه العكسي R2. يبقى انا بجيب انبوبة اختبار فيها محلول كلوريد حديد 3 اللون بتاعه اصفر باهت، بضيف له محلول سيوسيانات الامونيوم بيديني لون احمر دموي، بستنى على التفاعل بتاعي لحد لما يصل الى حالة الاتزان واضيف المزيد من كلوريد حديد 3. بيزيد اللون الاحمر الدموي. بيزيد اللون الاحمر الدموي دليل على ان التفاعل مشي في الاتجاه الطردي. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان زيادة التركيز في احد طرفي المعادلة لما يكون التفاعل عندي متزن ينشط التفاعل في الاتجاه الايه الاخر. طب افرض قال لي التفاعل اللي قدامك ده انا عايزك تكتب لي ثابت الاتزان بتاعه. كيسي. احنا عند الكيسي. احنا عندنا ثابت الاتزان بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات كل مرفوع لأس يساوي عدد الجزيئات او عدد المولات من الجزيئات. انا عندي كلوريد الامونيوم NH4Cl بعبر عن التركيز بتاعه بقوس مستطيل، عندي منه كام مول؟ 3 مول. بعد كده عندي ال FeSCN/3 بعبر عن التركيز بتاعه بحطه في قوس مستطيل مرفوع لأس واحد. كويس. بعد كده عندي ال FeCl3 مرفوع لأس واحد في NH4SCN مرفوع لأس 3. أنا كده كتبت قانون فعل الإيه؟ قانون فعل الكتلة. طالما اتكلمنا على كيسي ثابت الاتزان. ثابت اتزان التفاعل أنا يكتب تركيزات جميع المواد ما عدا المية السائل، مية في حالة سائلة أو المادة الصلبة لا يكتب تركيزها لأن تركيزها ثابت مهما اختلفت الكمية بتاعتها. طيب عندي بعض المنحنيات البيانية اللي موجودة لقيمة كيسي. أجهزها كيسي لك؟ كيسي طبعا. كيسي ممكن تكون أكبر من الواحد. طبعا أكبر من الواحد يبقى تركيز النواتج في النهاية هو اللي هيزيد. كيسي أصغر من الواحد يبقى تركيز المتفاعلات في النهاية هو اللي هيزيد. كيسي تقريبا بتساوي واحد يبقى معدل التفاعل الطردي بيساوي تقريبا معدل التفاعل الايه العكسي. هنشوف دلوقتي العلاقات البيانية اللي موجودة للتلات حالات اللي انا قلتهم. حالة كيسي بتساوي واحد، تقريبا بتساوي واحد، كيسي اكبر من الواحد، كيسي اصغر من الواحد. العلاقة البيانية اللي هنرسمها علاقة ما بين ايه وايه، ما بين التركيز وايه كمان وزمن التفاعل. تعالوا نشوفها كده مع استاذنا الفاضل. اتفضل. ادي عندي ثلاث منحنيات. المنحنى الاولاني هنا ده تركيز متفاعلات، وهنا تركيز نواتج، وهنا تركيز نواتج، وهنا تركيز متفاعلات، وهنا حاله ايه حاله اتزان. لو انا بصيت خدت الشغل بتاعي من الشمال لليمين هلاقي في التفاعل ده او الرسم البياني ده دليل ان الكيسي
بيساوي تقريبا واحد. لان هما الاثنين التركيز بتاعهم زي ايه؟ زي بعض. بقي ثابت. لو انا جيت بصيت هنا للتفاعل الثاني هلاقي ان تركيز النواتج اللي هو البسط اكبر من تركيز المتفاعلات، يبقى انا عندي قيمه الكي سي هيبقى اكبر من الواحد. صحيح تركيز النواتج اهو، لو انا خدت خط كده هلاقي النواتج اكبر من الايه؟ المتفاعلات. يبقى قيمه الكي سي البسط اكبر من المقام. احنا عندنا الكي سي بيساوي ايه؟ تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. انا عندي النواتج تركيزه اعلى من المتفاعلات، يعني البسط اعلى من المقام، يبقى انا عندي قيمه الكي سي هيبقى اكبر من واحد. هنا في التفاعل ده او الرسم البياني ده تركيز المتفاعلات اكبر من تركيز النواتج، يعني المقام اكبر من البسط، يبقى قيمه الكي سي اقل من الواحد. صحيح تمام. الرسومات دي في غايه الاهميه، لازم الطالب ياخد باله من الايه؟ من ليه؟ لان ممكن يجي لك اختياري يقول لك الرسم البياني اللي قدامك ده الكي سي اكبر من الواحد او اقل من الواحد او بيساوي الصفر او بيساوي واحد. طيب. فلازم ابقى عارف انا الايه؟ الرسومات اللي قدام. عندنا سؤال من الاسئله المهمه في الكيمياء العضويه اللي انت تاخد بالك منها وتعرف السؤال طالب منك ايه. السؤال لازم تجزأه، معاك قلم رصاص تجزأ، اكتب الاسم، يبقى خط تحت الاسم عشان تبقى عارف ان انت هتكتب الاسم، مع توضيح الصيغه البنائيه، مع توضيح صيغه جزيئيه، مع كتابه المعادله، كل الحاجات دي لازم الطالب يبقى واخد باله هو بيجاوب ايه بالظبط. ما انت ممكن تستعجل وتكتب اول مطلوب وتسيب الباقي، يبقى انت عارفه وضيعته. لا انا هركز، لازم يبقى في ثبات انفعالي ليك جوه اللجنه. خد الامور ببساطه، وانت ذاكرت وتعبت طول السنه، احنا دلوقتي في مرحله ان احنا بنفكرك بالماده العلميه تاني. السؤال عندنا بيقول لنا وضح الصيغه البنائيه للمركبات الناتجه من اضافه الميه الى السكروز مع كتابه معادله التحلل المائي للسكروز. يعني هنا السؤال فيه كذا جزئيه، هقوله تاني. وضح الصيغ البنائيه، يبقى دي اول خطوه، اكتب لي الصيغه البنائيه للمركبات الناتجه، مركبين يبقى في كذا كذا مركب، من اضافه الميه الى السكروز، يبقى عاوز صيغه بنائيه مع كتابه المعادله الكيميائيه للتحلل المائي للسكروز. طبعا كلمه تحلل مائي للسكروز يعني انت بتعمل له تحلل الى جليكوز وفركتوز. قبل ما نشوف الاجابه افكرك بحاجه، الجليكوز والفركتوز مركبات ايزومريه، ايزومرين. المركبات دي كربوهيدرات عديده الهيدروكسيل، مش كحولات، كربوهيدرات عديده الهيدروكسيل. كربوهيدرات تحتوي على مجموعات وظيفيه معينه، اذا كان تحتوي على مجموعه فورمايل يبقى ده الدهيد عديد عديد الهيدروكسيل. اذا كان يحتوي على مجموعه كربونيل اللي الكيتون يبقى ده يعتبر فركتوز. يبقى السؤال تاني للمرة الثالثة، وضح صيغة بنائية للمركبات الناتجة من إضافة المية إلى السكروز مع كتابة معادلة التحلل المائي للسكروز. تعال نتعرف عليها، اتفضل يا أستاذنا. آدي عندي السكروز أو السكروز. السكروز ده سكر القصب. لما بيتحلل مائيا ده سكر ثنائي. والسكريات الثنائية عندما تتحلل مائيا بتديني 2 جزيء سكر أحادي. السكر الاولاني ده سكر ايه؟ جلوكوز. والسكر الثاني سكر فركتوز. الجلوكوز ده سكر العنب والفركتوز ده سكر الفاكهه. لو انا بصيت للصيغه بتاعت المركبين دول هلاقي ان الصيغه بتاعتهم الجزيئيه واحده. طب ليه ده مسمينه جلوكوز وليه ده مسمينه فركتوز؟ الطالب اللي مذاكر عارف الكلام ده، لما يكون عندي مركبات الصيغه الجزيئيه بتاعتها واحده والصيغه البنائيه بتاعتها مختلفه يبقى دول ايزومرزمات. طب ايه هي الصيغه البنائيه للجلوكوز؟ الجلوكوز المجموعه الفعاله اللي فيها مجموعه الدهيد، هنغير اللون عشان الطالب يبقى واخد باله، مجموعه الدهيد الفورمايل ايه؟ مجموعه الفورمايل اللي هو السي او، وبعد كده سي اتش او، وبعد كده عندي السي اتش او اتش الكل 4، وبعد كده CH2OH. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدهيد عديد الهيدروكسيل. امشي مع القلم. عبارة عن ايه؟ اللي بالاحمر ده الدهيد
عديد الهيدروكسيل. يبقى الجلوكوز ده عبارة عن سكر أحادي من الألدهيدات عديدة مجموعات الايه؟ الهيدروكسيل. طب ايه الحال مع الفركتوز؟ الفركتوز نفس الصيغة الجزيئية ولكن بيختلف في الصيغة البنائية، وده تعتبر مشابهة جزيئية. يا أستاذ ايه المشابهة الجزيئية اللي بتتكلم عليها؟ ازاي ما نعرفش مشابهة الجزيئية؟ ايه تعريف المشابهة الجزيئية؟ اتفاق عدة مركبات عضوية في الصيغة الجزيئية واختلافها في الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية. ليه؟ بسبب اختلاف الصيغة البنائية. تاني عشان التعريف ده مهم، ايه هو تعريف المشابهة الجزيئية؟ اتفاق عدة مركبات عضوية في الصيغة الجزيئية واختلافها في الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية. ايه السبب؟ بسبب اختلاف الصيغة الايه؟ البنائية. ادي ده الجلوكوز، نشوف الفركتوز. عندي السي اتش 2 او اتش، وبعد كده المجموعة المميزة ليها التانية سي ورابطة ثنائية او، دي مجموعة كربونين او كربوناي، وبعد كده سي اتش او اتش باي 3، وبعد كده سي اتش 2 او اتش. ده بنسميه ايه؟ امشي معايا مع القلم كده، كيتون اللي هي السي دبل بوند او عديد الهيدروكسيل. يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي مركبات الدهيدية او كيتونية عديدة الهيدروكسيل، سواء انت حر تقول السكريات ماشي، لو قلت الكربوهيدرات برضو ايه ماشي. السؤال ده سؤال في غاية الاهمية. السكروز يتحلل مائيا الى سكريات احادية اللي هو الجلوكوز والفركتوز، الصيغة الجزيئية بتاعتهم واحدة ولكن مختلفين في الصيغة البنائية، والاثنين ايزومرزمان. برضو الطالب ما ينساش الاستخدامات المهمة معانا في بعض المركبات في المنهج بتاعنا، زي مثلا مركب الهيماتايت، ده بنستخدمه في تحضير الحديد سواء فرن عالي او فرن ميدريكس. مركب مثلا اسمه البوكسايت في صناعة الالومنيوم، كيريو لايت مادة مذيبة للبوكسايت. في بعض الاسئلة طبعا مجالها نقول السؤال وحضرتك تجاوبه معانا او ماشي. نوضحه ونوضح كل نقطة فيه. اذكر اسم المركبات المستخدمة فيه. اول واحد يستخدم في توسيع شرايين القلب. عاوزين نكتب صيغته كمان البنائية، شرايين القلب مادة تستخدم في توسيع شرايين القلب تستخدم في الأزمات القلبية. ثلاثي نيتروجليسرول، ثلاثي نيتروجليسرول أو ثلاثي نترات الجليسرين. حلو، يبقى أول مركب عندي ثلاثي نترات الجليسرين. طيب ماشي، نشوف. نكتب المعادلة بتاعته. طيب طالما هنكتب معادلته يبقى بيفكرنا ده بالنيترة. تمام، أنا عندي كم نيترة في الكيمياء العضوية؟ نيترة بنزين، نيترة تولوين، نيترة فينول، نيترة جليسرين، مفيش غيرهم أربعة. النيترة عندي هنعمل نيترة للبنزين نيترو بنزين، نيترة للتولوين تي ان تي، نيترة جليسرين ثلاثي نترات جليسرين او جليسرول، نيترة فينول يدينا مركب مهم جدا اللي هو حمض البكري. نكتب معادلة نيترة الجليسرول. الجليسرول الرمز بتاعه سي اتش 2 او اتش، وبعد كده سي اتش او اتش، وبعد كده سي اتش 2 او اتش. ممكن اقول عليه 1 2 3 ثلاثي هيدروكسي بروبان. ممكن اقول عليه 1 2 3 ثلاثي هيدروكسي بروبان. هفعله مع ايه؟ هفعله مع 3 مول من حمض النيتريك اللي هو الاتش او ان او 2، في وجود حمض الكبريتيك ده بنسميه خليط النيترة. حمض الكبريتيك هنا دوره ايه؟ ان بيسهل خروج ايون النيترونيوم. تمام، بيسهل خروج ايون الايه؟ النيترون. لو بصيت ايه اللي هيحصل؟ يمنع التفاعل العكسي برضه، ويمنع التفاعل الايه؟ العكسي. في التفاعل لو لو انا جيت بصيت للتفاعل ده هلاقي ان الثلاثة او اتش دول هياخدوا الثلاثة هيدروجين اللي موجودين بالشكل ده عشان يديني 3 جزيئات من الميه، 3 H2O. هيفضل عندي مين؟ ال CH2O وهنا NO2 وهنا CHO وهنا NO2 وهنا CH2O
هنا ان اوتو. ده مركب لو بصيت له ثلاثي نترات الجليسرول، بيستخدم في توسيع الشرايين، بيستخدم في علاج الاورام الازمات القلبيه، ماده مفجره، ماده متفجره. علل، وانا بحب اسمع دايما الاجابه من حضرتك حبيبي. علل المركبات العضويه عديده مجموعات النيترو شديده الانفجار او تستخدم في صناعه المتفجرات. هو سؤال من الاسئله المهمه اللي بتكرر كتير قوي في الامتحانات، وجه السنه اللي فاتت في امتحان مصر، وممكن يجي تاني السنه دي، مفيش مشكله. هو ممكن السؤال يتكرر تاني، يعني اي ماده عضويه عديده النيترو ليه مواد شديده الانفجار؟ اي سؤال لو انت تبسطه مع نفسك وتفتكر الصيغه الجزيئيه للمركبات دي مع الصيغه البنائيه تقدر توضحها. يعني انا الماده دي شديده الانفجار عشان فيها ماده ذاتيه قابله للاشتعال، اللي هي الكربون الذاتي القابل ايه للاشتعال، فيها اكسجين ماده مؤكسده، الماده المؤكسده اللي عندي دي بتساعد في عمليه الاحتراق الداخلي. الروابط بقى قسمها لثلاثه، رابط ما بين النيتروجين والاكسجين رابط ضعيفه سهل ان هي ايه تتكسر عشان فرق السلبيه قريب. تمام. الروابط اللي هتتكون ما بين الكربون والاكسجين، ما بين النيتروجين والاكسجين، روابط قويه، ارتباط. سمعت الصوت ايديا كده، ارتباط. لما ارتبط مع بعض تنطلق طاقه، تفاعل الطارد ناتج من عمليه الارتباط او تفاعل التكوين او الارتباط طارد لايه للحراره. يبقى نبسطها تاني لوجود كربون وقود ذاتي الاشتعال، وجود اكسجين ماده ايه مؤكسده، كمان الروابط بين الN والO ضعيفه سهله الكسر، الروابط اللي هتتكون ما بين النيتروجين والاكسجين والكربون والاكسجين. طبعا نيتروجين ونيتروجين، نيتروجين ونيتروجين وكربون واكسجين. تمام تمام. دي الروابط الصح اللي تتقال ما بين كربون واكسجين ونيتروجين وايه ونيتروجين، روابط قويه، ده بيؤدي لقوه الايه الانفجار. تمام. يبقى اي ماده مفجره، اي تفاعل نيتره بيديك ماده ايه مفجره. برضو مع الاستخدام نذكر اسم الماده، اذكر اسم المركب المستخدم في التنظيف الجاف. مركب من مشتقات الهالوجينات للالكانات تستخدم في التنظيف الجاف. 1-1-1 ثلاثي كلورو ايثان. نكتب صيغته الجزئيه البنائيه على طول. ادي الايثان ذرتين كربون، وهنا كلور 2-3، وهنا هيدروجين 2-3. المركب ده اسمه ايه؟ 1-1-1 ثلاثي كلورو ايثان. ده مركب في غاز. المركب ده موجود، ده هنكتب الهالوسان تحتيه. الهالوسان ده، الهالوسان ده المخدر الامن اللي بيستخدم حديثا بدل الكلوروفورم. تمام. طب ايه مشكله الكلوروفورم؟ ان الكلوروفورم عدم ضبط الجرعه يؤدي الى وفاه المريض. يعني انا لغيت الكلوروفورم ليه؟ لو ان الجرعه ما تقدرتش تقدير سليم ده بيؤدي الى وفاه المريض. طب ايه اللي بستخدم بدل منه؟ بستخدم بدل منه مركب امن اسمه الهالوسان. الهالوسان ده اسم تجاري. طب الصيغه بتاعته ايه؟ سي 2، وهنا فلور 2-3، وهنا بروم، وهنا هيدروجين، وهنا كلور. الله يفتح عليك. عايزين نسمي المركب ده. التسمية بتاعته، احنا دايما في خطوات التسمية هفكر الطالب بعمل كذا حاجة. أول حاجة يحدد اسم الهيدروكربون حسب عدد ذرات الكربون في أطول سلسلة كربونية مستمرة. ده رقم واحد. طب والفروع بتاعت اللي طالعة من برتبها ترتيب أبجدي. البي الأول وبعد كده السي وبعد كده الإف. خلاص كده؟ طب بعد لما ارتب ابجدي ارقم من اليمين للشمال واجمع، وارقم من الشمال لليمين واجمع، واخد مجموع الارقام الاقل، اخد مجموع الارقام الايه الاقل. طيب انا هرقم، ادي كده 1 وادي هنا كام 2. طيب المركب ده عندي ذرتين كربون، يبقى الهيدروكربون بتاعي ايثان. يبقى انا كده حددت اسم الهيدروكربون. رتب الفروع ابجدي، عندي فرع بروم، فرع تاني كلور، فرع فلور 2-3. طب هبدا بمين الاول؟ البي اللي هو البروم، اكتب برومو. طب مين اللي بعد البروم؟ الكلور، هكتب كلورو. ومين اللي بعد منه؟ الفلور، عندي منه كام؟ 3، يبقى هكتب ثلاثي فلورو. بعد كده الترقيم، لو انا خليت ده رقم 1 يبقى 1-1-1 يبقى كده 3،
3 و2 و2 يبقى 4 يبقى 7. لو عكست يبقى 8، يبقى ناخد السبعة. ده الافضل. يبقى المركب بتاعي ده اسمه ايه؟ اسمه 2 برومو، وبعد كده 2 كلورو، 1 1 1 ثلاثي فلورو ايثان، وده عبارة عن المخدر الآمن اللي بيستخدم بدل الكلوروفور اسمه الهالوسان. طبعا دي بعض الأسئلة في الاستخدامات. عندنا استخدامات كتيرة جدا موجودة معانا النهاردة، مثلا الحمض الأروماتي ثنائي القاعدية اللي بيستخدم كبداية تكوين بوليمر في يستخدم في صناعة صمامات القلب، اللي هو ايه الحمض تيرا ايه في سالك، حمض تير في سالك، تير في سالك. لكن الكحول الثنائي الهيدروكسيد بتاع تيرا في سالك اللي هو بتاع الايه الياف الدكرون اللي هو الايسيلين ايه جلايكول. برضو المركب المستخدم في صناعه الحرير الصناعي زي حمض الاسيتيك، دباغه الجلود اللي هو زي الاكسيد الكروم الثلاثي، ماده حفازه في صناعه نشادر او وقود سائل براده الحديد، مادة حفازة في تحلل مية الأكسجين اللي هي فوق أكسيد الهيدروجين اللي هو ثاني أكسيد المنجنيز، مادة تقلل البي اتش عشان تحافظ على لون وطعم المواد والفاكهة. طبعا ده اللي هو حمض الستريك اللي هو بيمنع نمو ايه البكتيريا، مادة تمنع نمو الفطريات اللي هي بنزوات الايه الصوديوم. بعد ما ريحناكم كده من المعادلات والرموز، نرجع تاني لسؤال من الأسئلة المركبة شوي. يعني ايه مركب؟ يعني ممكن يبقى فيه معادلة او اتنين او تلاتة. النهاردة الطلبة بتقول لي يا استاذ التحويلات، تحويلات ايه؟ ما خافش منها، انا بكتب واجزأ الفكرة بتاعت السؤال نفسها عشان اعرف جوابها. السؤال ده خاص بالباب الاول، يقول لي وضح اثر الحرارة على كبريتات الحديد الثنائية. حلو قوي، ما سهل. ثم فاعل المركب الصلب الناتج مع حمض الكبريتيك الايه المركز. تمام. يعني انا هاخد كبريتات حديد Fe SO4، ده كبريتات حديد 2، عاوز اثر الحراره عليه، اسخنه تسخين شديد لدرجه الاحمرار، هيدينا Fe2O3 اكسيد حديد 3 زائد ثاني اكسيد الكبريت زائد ثالث اكسيد الكبريت، ثم فعل المركب الصلب الناتج مع حمض الكبريتيك. مركب الصلب هنا اللي هو الهيماتايت اللي هو اكسيد حديد 3، يبقى انا عندي ال Fe2O3 هيتفاعل مع حمض الكبريتيك H2SO4، والشرط بتاعي ان يكون مركز، هيدينا كبريتات حديد 3 Fe2SO4 × 3 زائد الميه H2O، وحط هنا 3 مول وهنا 3 مول. السؤال ده جه قبل كده كذا مرة، من كبريتات حديد 2 كيف تحصل على كبريتات حديد 3؟ تمام، هو كده لعب بالايه؟ بالسؤال. اه، هو نفس السؤال بس ايه غير، او نفس الإجابة بس غير الايه السؤال. في سؤال برضه هتعكسها او ممكن يعكسها. اه اتفضل. وفي سؤال تاني بيقول للطالب ايه اللي يحصل؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ تسخين الحديد في الهواء لدرجة الاحمرار، ثم اضافة حمض الكبريتيك المركز الى الناتج. جميل، ده سؤال برضو من الاسئلة ليه الحلوة. طب نكتبه مع بعض كده. ماذا يحدث؟ أيوة. عند تسخين الحديد النقي في الهواء لدرجة الاحمرار، ثم فاعل المركب الصلب الناتج مع حمض الكبريتيك المركز. تمام، انا عندي الحديد اللي هو الاف اي، هسخنه تسخين شديد في اكسجين الهواء الجوي عشان اوزن المعدل، هنا 3 مول وهنا 2 مول، هيديني اكسيد حديد مغناطيسي Fe3O4. الطلبه عارفه ان اكسيد الحديد المغناطيسي ده اكسيد مختلط. يعني ايه اكسيد مختلط واكسيد مركب؟ انه بيتركب من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3. طب وانا عرفت ازاي؟ مين اللي قال لي؟ يعني ان انا لما بضيف له اي حمض مركز، سواء كان حمض كبريتيك مركز او حمض هيدروكلوريك مركز، بيديني كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3. تعال نجرب الكلام اللي هو بيقوله. بيقول لي لما اضيف للناتج اللي هو ال Fe3O4 اضيف له حمض كبريتيك مركز H2SO4، وادي حمض مركز، هيديني كبريتات حديد 2 Fe3O4، هيديني كبريتات حديد 3 Fe2SO4 × 3 زائد الايه الميه H2O. طيب نوزن المعادله، نوزن الايه المعادله عشان المعادله نوزن. يبقى هنا احط هنا كام؟ 4 مول قدام الميه، وهنا قدام الميه برضو كام؟ 4 مول.
يبقى دول سؤالين في غاية الأهمية، دي بنسميها أسئلة مركبة. حديد سخنته لدرجة الإحمرار في الهواء اداني أكسيد حديد مغناطيسي، أكسيد الحديد المغناطيسي أضيف له حمض كبريتيك يديني كبريتات حديد 2، كبريتات حديد 3 مية. طب لو أضفت له حمض الهيدروكلوريك هيديني كلوريت حديد 2، كلوريت حديد 3 مية. طيب هنطلع فاصل كده ونريح مع بعض ونرجع تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل كده معانا بعض الأسئلة المميزة في شغلنا، برضو امتداد لحلقة المراجعة النهاردة والأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات، كيف تميز بين، طبعا كيف تميز يعني أخش على كيمياء عضوية وكيمياء غير عضوية، على الجزء الخاص بالباب التاني والجزء الخاص بمركبات الكيمياء العضوية. هنحاول النهاردة نقول بعض الأسئلة المميزة لنا كلنا. أول سؤال، كيف تميز بين كلوريد الألمونيوم وكلوريد الحديد الثلاثي؟ كلوريد ألمونيوم وكلوريد حديد ثلاثي. قبل ما نجاوب السؤال اقرأ السؤال كويس. قال لك كلوريد ألمونيوم وكلوريد حديد، كلوريد وكلوريد، يبقى شيل الكلوريد، يبقى أنا عاوز أميز بين الألمونيوم والحديد الثلاثي. يبقى أي مركب فيه ألمونيوم وحديد ثلاثي ينطبق عليه التمييز اللي هنقوله، مش لازم يجي لنا كلوريد ألمونيوم وحديد ثلاثي، كبريتات ألمونيوم وكبريتات حديد وهكذا. يعني أنا عشان أميز ما بين مركبين من الكاتيون بشوف الكاتيون بقى طبعا. أو أشوف الأنيون لو في مركب تاني في الأنيون طبعا. نشوف أول إجابة لأول سؤال، كيف تميز بين كلوريد الألمونيوم وكلوريد الحديد الثلاثي؟ أحسن طريقة للإجابة إن أنا أعمل جدول زي ده. اتفضل. أنا عندي مين الكاشف اللي أنا هستخدمه؟ هستخدم هيدروكسيد أمونيوم، يبقى الكاشف بتاعي NH4OH أكوس محلول. هنا في حالة كلوريد الألمونيوم إيه اللي هيحصل؟ يتكون راسب أبيض جيلاتيني. يتكون إيه؟ راسب أبيض جيلاتيني يذوب في الزيادة من هيدروكسيد الصوديوم. يذوب. يعني إحنا استخدمنا إيه في الأول؟ هيدروكسيد أمونيوم. هيدروكسيد أمونيوم. يبقى أنا عندي هيديني راسب أبيض جيلاتيني. بس وقفنا ده في حالة كلوريد الإيه؟ الحديد 3. كلوريد ألمونيوم. كلوريد ألمونيوم. لو استخدمت محلول النشادر اللي هو هيدروكسيد الأمونيوم. تمام. لكن لو استخدمت صودا كاوية زي ما حضرتك بتقول. ده حاجة تانية بقى. اللي هيديني راسب جيلاتيني ثم يختلف. يبقى هنا احنا بنميز بمحلول النشادر. تمام. يبقى مالناش دعوة بالإيه؟ محلول النشادر أو محلول الأمونيوم. الأمونيا أخلي باله هو هيدروكسيد الأمونيوم. محلول الأمونيا. محلول الأمونيا أو تمام. محلول النشادر الاتنين دول معناهم هيدروكسيد أمونيوم. الله ينور عليك. يتكون راسب أبيض جيلاتيني في حالة كلوريد الألمونيوم. طب تمام. وفي حالة كلوريد حديد 3 هيديني راسب بني محمر. وأنا كده خدت الدرجة بتاعتي. ده كيف تميز؟ كيف تميز؟ ولكن لو طلب مني معادلات. لو طلب مني معادلات أكتب له المعادلات تحتيها. طب انا حافظ المعادلات وعاوز اكتبها ومتاكد منها، اكتبها طالما ما قاليش هو قال لي اكتب معادلات او ما تكتبش. الافضل اكتب معادلات، الافضل عندي اكتب المعادلات. طيب ولكن ممكن يجي لي في الجزئيه دي سؤال في الامتحان يقول لي علم عند اضافه هيدروكسيد الصوديوم. الصوديوم دلوقتي الصودا كاوية. ده سؤال مهم. عند اضافه هيدروكسيد الصوديوم تدريجيا الى محلول كلوريد الالومنيوم يتكون راسب ابيض جيلاتيني ثم يختفي. حلو. يبقى انا عندي بيتكون راسب وبعد كده ايه؟ بيختفي. ده امتى؟ لما اضيف ده من الاسئله المهمه جدا اللي موجوده في كتاب المدرسه. سعادتك لما هتيجي تقعد على نفسك كده وتراجع اول حاجه هتحلها مين؟ اسئله كتاب المدرسه. ما حدش ينسى الحته دي. ابدا شغل بحل اسئله كتاب المدرسه. السؤال بيقول لي كده، ليه بيتكون راسب وبيختفي عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم تدريجيا إلى محلول كلوريد الألمونيوم؟ بيكون الأول راسب ليه؟ بيديني هيدروكسيد ألمونيوم لا يذوب في الماء، فيبقى ده راسب. طب لما أضيف زيادة من هيدروكسيد الصوديوم بيختفي الراسب ليه؟ لأن هيدروكسيد الألمونيوم بيتفاعل مع الزيادة من هيدروكسيد الصوديوم ويديني ميتا ألمونيات صوديوم تذوب في الماء. طب يعني إيه تذوب في الماء؟ يعني تختفي. عشان كده الراسب بيختفي. طالما اتكلمنا على عمليه الذوبان عندنا اسئله كثيره جدا في عمليه الذوبان وبتعتمد عليه. حلو. يعني لما يقول لي بدون استخدام كاشف وميز يبقى مفيش غير الميه.
تمام، من غير ما نكتبها. يعني مثلا كيف تميز بين كلوريد صوديوم وكلوريد فض؟ عاوز اميز ما بين كلوريد صوديوم وكلوريد فض، يبقى باستخدام المي بدون كواشف. كلوريد الفضه لا يذوب لانه ده راسب، كلوريد الصوديوم ده بيدوب. يدوب. في سؤال حلل بقى نحاول نفكر فيه كويس معانا في جزئيه الذوبان، طالما ارتبطنا بالذوبان في التمييز اسمع معايا السؤال. يقول لي علل لما ياتي. يتكون راسب ابيض عند تسخين بيكربونات المغنيسيوم. تمام. ولا يتكون راسب ابيض عند تسخين بيكربونات الامونيوم. تاني معلش اقولها تاني كده عشان اولادنا يسجلوها. تاني وتالت. انا عندي مركبين بيكربونات مغنيسيوم وبيكربونات امونيوم. سخنت الاثنين، علل يتكون راسب ابيض عند تسخين بيكربونات المغنيسيوم ولا يتكون راسب ابيض عند تسخين بيكربونات الامونيوم. تمام. تاني السؤال قولوا تاني خلص. اكتبوا معانا مهم. علل يتكون راسب ابيض عند تسخين بيكربونات المغنيسيوم ولا يتكون راسب ابيض عند تسخين بيكربونات الامونيوم. الطالب بقى الاجابه بقى بالراحه. الطالب بقى لما بيكون بيقرا كل، يعني بيسموه طالب القراري اللي هو بيقرا كل سطر، ده هياخد الملحوظه دي خلي باله منها. مكتوب ايه عنده في الكتاب؟ ان جميع الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. طب انا عندي بيكربونات المغنيسيوم، لما بسخنه بيديني كربونات مغنيسيوم، ماله كربونات مغنيسيوم؟ لا يذوب في الماء، يبقى يديني راسب. طب بيكربونات الامونيوم لما سخنه يديني ايه؟ كربونات امونيوم، ماله؟ بيدوب في الميه، يبقى ما يدينيش راسب. تمام. يبقى انا الاجابه بتاعتي اقول ببساطه، لان بيكربونات المغنيسيوم يتحلل حراريا مكونا كربونات مغنيسيوم لا تذوب في الماء، يبقى كربونات المغنيسيوم لا تذوب في الماء، بينما بيكربونات الامونيوم يتحلل مائيا ويدينا كربونات امونيوم تذوب في الماء، واللي بيذوب في الماء بيختفي. طيب برضو عندي من اسئلة التمييز سؤال يقول لي كيف تميز بين، هنسمع اجابته وتفصيله وبعدين استاذ سامي يوضح لنا على الورق، بين كبريتيت الصوديوم وكبريتيد بالدال بقى الصوديوم. عندي ملحين، الملح الاول كبريتيت الصوديوم وكبريتيد بالدال كبريتيد الصوديوم. طبعا في كذا طريقة، اسهل طريقه عندك اول ما تشوف بقى الكبريتيت والكبريتيد او كلوريد او بروميد او يديد، اجري على نترات الفضه على طول. نترات الفضه مع الكبريتيت يتكون راسب ابيض يسود بالتسخين، مع الكبريتيد بالدال يتكون راسب اسود. كبريتيد راسب اسود. طالب تاني يقول لي لا، طب ما انا هميز بين الاثنين باضافه HCl، هعمل المادتين اللي عندي دول بيكون مواد، مثلا مواد صلبه او ما قاليش اذا كان صلب او محلول، هستخدم HCl مخفف مع الكبريتيت يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكبريت ريحته نفاذه يخضر ورقه مبلله بثاني كرومات بوتاسيوم برتقاليه، ومع الكبريتيد بالدال بقى يتكون غاز H2S شفاف ريحته كريهة يكون راسب اسود مع اسيتات الرصاص. طبعا الكلام ده لازم يتفسر بالورق دلوقتي ونشوفه مع بعض السنة. قبل ما تفسر بالورق يا استاذ رمضان، السؤال ده بيعلم الطالب ازاي يختار بين البدائل. انا استخدم HCl واقول كل الكلام ده، ولا استخدم نترات الفضه واخد نفس الدرجات في زمن اقل؟ طالما قال لي كيف تميز وما حددش. هو مش محدد، هو بيقول لي كيف تميز وسكت. لازم استخدم اللي قايله. لو قال لي مستخدما حمض الهيدروكلوريك المخفف كيف تميز بين كبريتيت الصوديوم وكبريتيد الصوديوم، اقول الكلام اللي قلت حضرتك. تمام. صاعد غاز ثاني اكسيد الكبريت ذو رائحه نفاذه والكلام ده. ناخد الاسهل. طب هو ما قاليش، هو قال لي كيف تميز وسكت، على طول اجري على نترات الفضه. راسب ابيض يا اسود بالتسخين راسب اسود، خدت الدرجتين بتوعي ولا الدرجه بتاع وخدت زمن. عشان كده دايما اقول للطالب ايه؟ جاوب بالاسلوب الاسهل اللي انت شايفه سهل حل بيه. طب نجاوب السؤال. يبقى انا عندي لو انا هستخدم نترات الفضه نضيف لمحلول كل منهما، لان بستخدم محاليل، محلول نترات الفضه اللي يديني راسب ابيض يا اسود بالتسخين يبقى ده الكبريتيت.
واللي يدينه راسب اسود على طول يبقى ده الكبريتيد. تمام. لو انا عايز استخدم حمض الهيدروكلوريك الطالب حر. اذا تصاعد غاز ثاني اكسيد كبريت ذو رائحه نفاذه تخدر ورقه مبلله بثاني كرومات بوتاسيوم يبقى ده كبريتيد. غاز كرير رائحه يسود ورقه مبلله باستات الرصاص يبقى ده الكبريتيد. بس انا بقول لك خليك معنا طلعت الفضل. طيب تمام. برضه هنتابع مع بعض اسئله التمييز ولكن المره دي بقى في الكيمياء العضويه. كيف نميز بين ميثان وايثين؟ يعني الكان والكين. يعني ايثان وبروبين. يعني اي مركب مشبع وغير مشبع. كيف تميز بين الميثان والايثين؟ تمام. استخدام انا ليه طريقتين. اتفضل. يا اما ان انا استخدم تفاعل باير لان ده بيستخدم يعتبر اختبار عدم تشبع، يا استخدم البروم الزائد في رابع كلوريد الكربون. انا الاسهل عندي مين؟ ان انا بروم هضيف مره للغازين في محلول البروم في رابع كلوريد الكربون اللون بتاعه احمر او برتقالي محمر. تمام. اللي يزيل لون البروم يبقى ده المركب الغير مشبع اللي هو الايثين. اللي ما يزيلش لون البروم يبقى ده المركب المشبع. ينفع معانا برضو اختبار باير. تفاعل باير. اختبار باير بواسطه برمنجانات بوتاسيوم بنفسجيه في وسط قلوي يكون مع الايثين. طبعا مش هقول له يكون مع الايثين، اقول له اذا زال لون اللون بتاع برمنجانات البوتاسيوم يعتبر ايثين، واذا لم يزل اللون يعتبر ايه؟ ميثان. الطالب يخلي باله من الحته دي بقى. اتفضل يا فندم. ان انا ما اتكلمش عن المجهول كانه معلوم. زي ما قلت انا زي ما يعني حضرتك يعني الحمد لله انك انت نبهت الطالب. يعني انا ما اقولش في حاله الايثين، ما انت ما تعرفش مين فيهم الايثين. مش عارف الانبوبه دي من دي. انا بمرر الغازين في محلول برمنجانات بوتاسيوم في وسط قلوي. لو زال اللون اذا زال اللون يعتبر ايثين. اما ما اقولش في حاله الايثين يزول اللون، ما انت ما تعرفش مين الايثين والليثان. طيب تمام. قبل ما نسيب التمييز برضو احنا عندنا الكحولات طبعا ممكن نميز ما بين كحول اولي وثالثي بس مش لازم يجيبها بطريقه مباشره. يعني مثلا كيف تميز بين واحد بروبانول واثنين ميثايل اثنين بروبانول؟ كيف تميز بين بروبانول اللي هو واحد بروبانول اللي هو كحول اولي واثنين ميثايل اثنين بروبانول؟ عاوز اميز بالاثنين يا استاذ. طيب انا عندي واحد بروبانول ده عباره عن كحول اولي بيحتوي على ذرات هيدروجين قابل للاكسده، يبقى ده مركب قابل للاكسده. اثنين ميثايل اثنين بروبانول ده كحول ثالثي، ذره الكربينول ما عندوش هيدروجين. يعني لو كتبت واحد بروبانول ادي كربون هيدروجين اثنين وادي او اتش، ده ذره الكربينول معاه ذرتين هيدروجين وهنا عندي سي 2 اتش 5. ده عباره عن ايه؟ واحد بروبانول ذره الكربينول معاه ذرتين هيدروجين قابل للاكسده. طب المركب الثاني اللي هو اثنين ميثايل اثنين بروبانول ادي هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 وهنا او اتش، ده ذرة الكربينول معهوش هيدروجين، يبقى المركب ده غير قابل للأكسدة. يبقى لما مركب عندي بيتأكسد ومركب تاني ما بيتأكسدش يبقى أنا أستخدم عامل مؤكسد. أستخدم مين؟ براحتك. عايز تستخدم برمنجانات بوتاسيوم بنفسجية محمضة بحمض الكبريتيك براحتك. لو زال لون البرمنجانات يبقى ده واحد بروبانول. طب لو ما زالش لون البرمنجانات يبقى ده اتنين ميثايل اتنين بروبانول. يبقى الكحول الأولي بيزيل لون البرمنجانات لانه بيتاكسد، الكحول الثالثي لا يزيل لون البرمنجانات لانه صعب الاكسده. زي ما احنا عارفين في فرق ما بين الكشف عن الانيونات والكاتيونات. طبعا عشان اكشف عن الكاتيونات اكثر تعقيدا لكثرتها وتعدد حالات تاكسدها. احنا عرفنا في المنهج بتاعنا HCl بيكشف عن ست انيونات كربونات بيكربونات كبريتيد كبريتيت ثايو كبريتات وايه كمان نيتريت. عندنا تجارب شهيره زي تجربه الحلقه البنيه. الحلقه البنيه بتكشف واساسي عن النترات. لما يجي يقول لي كيف تميز بين نيتريت صوديوم ونترات صوديوم، ده في كذا طريقه مش طريقه واحده، بس افضل طريقه اول ما اشوف كلمه نيتريت نيتريت احط ايه؟ برمنجانات بوتاسيوم بنفسجيه محمضة بحمض الكبريتيك
يزول اللون مع النيتريت ولا يزول مع النطره. كلام جميل. طب نفرض طالب قال لي الحلقه البنيه هتطلع مع النطرات مش هتطلع مع ايه؟ النيتريت، بس الافضل البرمنجانات. البرمنجانات لان اصل بص انت لما تستخدم برضو تجربه الحلقه البنيه ما يدي نتيجه مع النيتريت والنطرات كمان. اتفضل. لان النيتريت هيتاكسد يبقى نطراته يكمل تفاعل سريع الاكسده. انت واخد بالك؟ فالطالب لو استخدم حلقه البنيه فيها قلق. طب لو انا استخدمت حمض الهيدروكلوريك هتقول لي ده هنا يتصاعد اكسيد غاز عديم اللون من عند الفوهه يديني ابخره بنيه حمراء والتاني مش هيدي. طب لو استخدمت حمض الكبريتيك هتتورط في تمييز الاثنين. طب ما انا استخدم بروحها في الحته الجميله اللي قلتها حضرتك. انا لو استخدمت حمض اتش سي ال حمض هيدروكلوريك مع النيتريت بيتفاعل ويطلع ايه غاز شفاف يتحول عند فوهه الانبوبه الى بني ايه؟ بني محمر ان اوتو. ودي طبعا عشان تكتبها هتكتب ثلاث معادلات. ثلاث معادلات مش معادله واحده. ومع النطرات لا يستطيع التفاعل لان حمض اتش سي ال اقل ثباتا من الحمض اللي ناتج منه النطرات. تمام. شق إيه؟ انا عندي النطرات. احسن حاجه استخدم ايه؟ برمنجانات بوتاسيوم. يبقى اللي يزيل لون البرمنجاناتي بدل نيتريت اللي ما يزيلش لون البرمنجاناتي بدل النطرات. نقول السؤال ثاني وحضرتك جاوبه لنا. كيف تميز بين نيتريت صوديوم ونطرات صوديوم؟ نضيف لمحلول كل منهما محلول برمنجانات بوتاسيوم. زال لون البرمنجانات البنفسجيه يبقى الملح بتاعي ده نيتريت. اذا لم يزول اللون يبقى الملح بتاعي نطرات. جميل. وده احسن طريقه للتمييز بين النيتريت والنطرات. والطالب عارف الكلام اللي خدها في العمل بتاع سنه ثانيه ثانوي. طيب برضو بالكشف عن الشكوك القاعديه احنا عندنا شكوك قاعديه ست مجموعات. المقرر عندك أربعة. لازم تعرف اسم الكاشف عن كل مجموعة، الرواسب اللي هتكون تجيبه من الكاشف، الكاتيونات اللي موجودة عندك، خصوصا المجموعة الخامسة دي غريبة على بعض الطلبة، تقريبا في ناس كتير ما ذاكرتهاش. يعني عندي المجموعة الأولى. المجموعة الأولى برضه بيطنشوها في HCl. HCl ده مخفف، حمض هيدروكليك مخفف، الرواسب كلوريدات، الكاتيونات بقى فضة أحادي، رصاص ثنائي، زئبق احادي. لازم ابقى عارف الكاتيونات بالشحنات بتاعتها. المجموعه الثانيه الكاشف H2S في وسط حمضي، كبريتيد، يبقى الراسب كبريتيد ما بيدوبش، كبريتيد بيكشف عن النحاس، بيدي راسب اسود. كل ده انا بقول الشكوك القاعديه عشان في سؤال بيتكرر وجي النهارده في امتحان الازهر وجي قبل كده عندنا اللي هو اذكر اسم ايه الملح. لازم اجيب شق الايه الانيون والكاتيون مع بعض في الملح. هنشوف السؤال ده لو اقول لك عليه حالا. برضو المجموعه الثالثه اهم مجموعه عندك، الكاشف الرئيسي محلول النشادر تاكيدي هيدروكسيد صوديوم، وتكشف عن ثلاث كاتيونات، المونيوم تدي راسب ابيض جيلاتين، املاح الحديد الثنائيه او الحديد الثنائي بيدي راسب ابيض يتحول الى ابيض مخضر، حديد ثلاثي بني محمر. اما كاشف المجموعه التحليليه رقم خمسه كربونات الامونيوم، الكاتيون كالسيوم بيدي راسب ابيض، كالسيوم جير يدي راسب ابيض، حاجات ثابته عندك، كل مركبات الكالسيوم يديك راسب ابيض، كل الكبريتات راسب ابيض، اي كبريتيد بتدال راسب اسود. ما تتوهش في الرواسب، هي سهله، قسمها مع نفسك كده النهارده عشان تقدر ايه تشتغل بالورقه والقلم وانت قاعد تراجع. طبعا انت مذاكر ان شاء الله، خلي الثقة في نفسك كويس قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى، وحاول بقدر الإمكان إن أنت تلتزم بصلواتك كويس قوي الفترة دي. الثقة في النفس هي أساس النجاح، الثقة في النفس هي أساس التميز، لازم تبقى متميز عن غيرك. أنت مذاكر طول السنة لو متابعنا كويس عارف الأسئلة جاية إزاي وتروح إزاي والإجابات بتاعتها إزاي. السؤال بقى يا أستاذنا الفاضل، اتفضل. يقول لي اكتب اسم الملح. اسم الملح، عايز اسم الملح، وبعد اسم الملح اكتب الصيغه ايه الجزيئيه ليه وصيغته. عند اضافه كلوريد الباريوم الى هذا الملح يتكون راسب ابيض لا يذوب في اتش سي ال المخفف. يبقى انا هضيف كلوريد باريوم للملح اللي قدامي ده، اداني راسب ابيض ما بيذوبش في اتش سي ال. وعند اضافه محلول النشادر الى هذا الملح تكون راسب بني محمر. هو السؤال سهل بس انت فكر تجاوبه ازاي، ما تتسرعش، اقرا السؤال كويس عشان تفهم. كلوريد باريوم
نكشف عن اثنين من الايه الانيونات، كبريتات وفوسفات، مع الاثنين الرواسب ابيض، بس الرواسب دي مين اللي بيدوب في الاحماض ومين اللي ما بيدوبش في الاحماض؟ الفوسفات بيدوب، الكبريتات ايه لا ما بيدوبش. يعني لو حبينا نجاوب السؤال ده نجاوبه ازاي يا استاذ؟ زي ما حضرتك بتقول كده، هو بيقول لي عند اضافه كلوريد الباريوم الى محلول هذا الملح يتكون راسب ابيض لا يذوب، يبقى على طول هعرف ان الانيون بتاعي ده عباره عن ايه؟ كبريتات. وعند اضافه محلول النشادر، اخلي بالي من محلول النشادر يا جماعه، ده هيدروكسيد امونيوم، الى محلول نفس الملح، حضرتك قلت يتكون ايه؟ راسب بني محمر. يتكون راسب بني محمر، يبقى ده عباره عن ايه؟ حديد ثلاثه. يبقى هو بيبقى انا كده عرفت ان المركب بتاعي ده الاسم بتاعه كبريتات الحديد ثلاثه. ده كده الايه؟ انا جبت اسم الملح، جبت الشق الحامضي، وجبت الشق الايه؟ القاعدي. هو بيقول لي اكتب لي الصيغه، اكتب الايه؟ الصيغه. يبقى انا عندي اف اي 2 اس او 4 باي 3. حلو قوي. بعد اذنك يا شباب، بعض الطلبه سؤال زي ده سهل بيضيع فيها درجه كتابه الصيغه، ما يعرفش يكتب الصيغه الكيميائيه للمركب، وده مش كويس، ده عيب. خلينا في نفس الصيغه هتظهر قدامنا على الشاشه دلوقتي، نفس الورقه برضو اللي معانا. كبريتات حديد ايه ثلاثيه، يا ترى يسالني دي بارا مغناطيسي ولا ضايع، ملون ولا غير ملون؟ ما ملون وغير ملون ده مركب حديد، هو انت الحديد عندك ايه؟ ثنائي وثلاثي، ما توزعش وتتعب نفسك. الحديد ثنائي وثلاثي يعني بارا ملون. ازاي؟ ما هو بيفقد اثنين من اس، ولو ثلاثي يفقد اثنين من اس وواحد من دي، يبقى عنده الكترونات مفرده في المستوى الفرعي ايه؟ دي. يبقى بارا مغناطيسي ايه؟ ملون. طيب لو اي مركب جابهولي في حاجات ثابته عندك، سكانديوم ما فيش غير السكانديوم الثلاثي، تمام، يبقى ده ضايع غير ملون، يبقى دي فارغ. الخرسين ما عنديش غير الخرسين عدد تاكسده موجب اثنين، ضايع غير ملون. التيتانيوم اي حاله في التيتانيوم ملونه ما عدا واحد بس، التيتانيوم الرباعي تي اي موجب اربعه. يبقى انا في حاجات ثابته في الامتحانات، بارا ولا ضايع، ملون ولا غير ملون. تمسك المركب كده وتتعرف عليه، اي في حديد خلاص بارا ملون، في نحاس ما عندكش غير الثنائي بارا ايه؟ ملون. طب يا استاذ لو قال لي ايه الكاتيون بتاع النحاس الاحادي؟ كاتيون النحاس الاحادي ده بيكون ايه؟ ضايع غير ملون، يعني بارا وضايع، ملون وغير ملون. شوف احنا بنروح المنهج من هنا ومن هنا، الاسئله مهمه جدا، يعني بقدر الامكان حولا نفكرك النهارده باهم الاسئله. نمسك السؤال اللي جاي ده بقى، تحويله جميله من التحويلات المنتظره في الامتحان. رحنا فين؟ اخر درس عندنا في الكيمياء العضويه الاستيراد. كيف نحصل على سلسلات الميثايل من حمض السلسلك؟ كيف نحصل على سلسلات الميثايل من حمض السلسلك؟ طالما قلنا حمض السلسلك ليه تفاعلين، يبقى هنكتب التفاعلين. السؤال الاول، كيف نحصل على سلسلات ميثايل؟ سلسلات ميثايل يعني زيت مروخ، يعني ماده مسكنه للالم، يعني تستخدم استخدام خارجي عن طريق الجلد، يعني تمتص عن طريق الجلد، يعني اساسا ماده مسكنه للالام الروماتيزم. تعالوا نشوف استاذنا بيكتب المعادله كده ووضح لنا زيت المروخ. اتفضل استاذ. ادي انا عندي حمض السلسلك، لو بصيت لحمض السلسلك هلاقي ان عندي فيه هنا مجموعه كربوكسيل بيخليه يسلك سلوك الاحماض الكربوكسيليه الاروماتيه، وفي عندي مجموعه هيدروكسيل ده بيخليه يسلك سلوك الفينولات، يسلك سلوك الايه؟ الفينولات. يبقى انا عندي سلسلات الميثايل بفاعل حمض السلسلك اللي بيحتوي على مجموعه كربوكسيل حمضيه ومجموعه هيدروكسيل فينوليه، بفاعله مع الميثانول. هل الميثانول اللي معاه او اتش ده بالعقل كده يروح يتفاعل مع الاو اتش اللي زيه؟ لا، امال اتفاعل مع مين؟ مع المجموعه الحمضيه. طب الكحول اللي دايما بيطلع منه مين؟ الهيدروجين. والحمض دايما بيطلع منه مين؟ الهيدروكسيد، عشان يديني ميه. هيفضل عندي مين؟ حلقه بنزين سي او او سي اتش 3، وهنا مجموعه الهيدروكسيد. ده المركب ده اسمه ليه اسمين، سلسلات الميثايل، واسمه زيت المروخ، وده بيستخدم كدهان موضعي لعلاج الامراض الروماتيزميه. ما مش هنسيب الحته دي بقى، خير. خش على الاسبرين، خش على الاسبرين لانه مركب اسمه العلمي اسيتايل حمض سلسلي،
جاي من حمض السلسلك، اسيتايل حمض السلسلك. خلي بالك الاسبرين ايه هي الماده الفعاله اللي فيه حمض السلسلك. الاسبرين طعمه غير مر. ليه؟ مين اللي لغى الطعم المر؟ مجموعه الاسيتايل. يبقى كيف نحصل على ايه؟ اسيتايل حمض السلسلك من حمض سلسلك. اتفضل استاذ. يا استاذ رمضان، ينفع اصلا اخش الامتحان وانا مش عارف الكلام ده؟ الاثنين لازم. لازم يعني انا عندي فيه مجموعه، حتى مش بعد اذنك انا مش هنسيب الاسترات عشان ناخد الايزومرزمات بتاعته. جميل. ماشي كده، بحيث ايه؟ ان الجزء ده جزء في غايه الايه؟ الاهميه. هجيب لك سؤال حلو حالا. انت طول عمرك اسئلتك حلوه. ادي عندي حمض السلسلك، هفعله مع حمض الاسيتيك CH3COOH. الحمض هنا هيطلع منه الهيدروجين اللي هو الحمض السلسلك، وهنا هيطلع منه ايه؟ الهيدروكسيد عشان يديني ميه H2O. طب هيفضل عندي مين؟ ادي حلقه البنزين، وهنا COOH، وهنا O، وهنا CO، CH3. دي مجموعه الاسيتايل اللي دخلت للحلقه بتاعه البنزين ولغت الطعم بتاعه. تلغي الطعم. يجي له سؤال في الامتحان يا استاذ رمضان يقول لي علل. ينصح الاطباء بتفتيت حبه الاسبرين قبل البلع. ليه؟ لان الاسبرين لما بينزل في المعده وبيتحلل مائيا التفاعل يرجع تاني اتجاه العكسي، فيديني حمض اسيتك ويديني حمض السلسلك، وهو كمان فيه جوه حمض هيدروكلوريك، فبيعمل قرحه في المعده، بيعمل زود الحمضيه. عشان كده دلوقتي بيستخدموا اسبرين يحتوي على هيدروكسيد الالومنيوم عشان يعادل الاحماض الناتجه من ايه؟ تحلله مائيا. انا ما ينفعش اخش في الامتحان وانا مش عارف تفاعل التيرفيسالك مع الايسيلين جليكول عشان يديني البوليمر المشترك للاسترات. ما ينفعش اخش الامتحان وانا مش مذاكر تفاعل حمض السلسلك مع الميثانول وحمض السلسلك مع حمض الاسيتك. ده بيديني زيت المروخ وده بيديني الاسبرين. دي اسئله في غايه الاهميه. والاسيتامايد والبنزامايد ده عباره عن اساس يعني سبحان الله. انا دايما اقول للطالب خلي بالك في اساسيات بتيجي في الامتحان، انت لو غطيتها كده وانت تقدر تلمها يخليك تجيب درجه كويسه جدا وانت مرتاح. هنكتب سؤال جميل كده وصيغه جزيئيه هنطلع منها اي زمرات خاصه بالاحماض والاسترات. تمام. حمض واستر. تمام. طبعا الايزوماريزم الخاص بالاستر حمض والحمض ايه؟ استر. اذا كان لديك الصيغه الجزيئيه C2H4O2 C2H4O2 الصيغه الجزيئيه C2H4O2 تعبر عن مركبين. اول حاجه اكتب الصيغه البنائيه لكل منهما. ثاني سؤال، ايهما اعلى في درجه الغليان ولماذا؟ حبيبي حمض الاسيتيك وفورمات المسايل. طيب بص كده، اول حاجه عندي زي ما حضرتك قلت حمض الاسيتيك اللي هو CH3COOH. حلو. ده اسمه حمض اسيتيك. عاوزه صيغه بنائيه. اسمه حمض الخليج. ايوه. اسمه ايثان ويك. ايثان ويك. ويك عشان حمض. خلاص كده. وممكن الحمض ده اكتبه كده CH3 وهنا سي ورابطه ثنائيه او وهنا او اتش. انت حر، الطالب ممكن تكتبه بالطريقه اللي تريحه. طيب المركب الثاني اللي هو الرمز بتاعه HCOOCH3. الطالب يقول يا استاذ طب ما هو نفس المركب بس احنا قلبينه. لا احنا مش قلبينه، احنا عندنا هنا المجموعه بتاعتي دي مجموعه فورمات ودي مجموعه ميثايل، يبقى المركب ده التسميه الشائعه فورمات الميثايل. سمع ايوباك على طول. طب حسب نظام الايوباك هيبقى اسمه ايه؟ ميثان وات الميثايل. يبقى التسميه الشائعه في الاستر والورقه باينه قدامنا كده الف ت. تمام. الاستر. اما التسميه الايوباك التسميه العلميه واو الف ت. بعد الالكان واو الف ت زائد المجموعه اللي عندي. تمام. يبقى كده ايزوماريزم كحول ولا حمض مع كحول. طيب ليه مع استر؟ ليه درجه غليان الاحماض اعلى من الاسترات؟ لو انا جيت بصيت لاي حمض كربوكسيلي هلاقي ان هي مجموعه الكايل وبعد كده سي ورابطه ثنائيه او وادي او اتش، والجزء الثاني برضو ار وهنا سي وهنا او اتش وهنا رابطه ثنائيه او. تعال بص معايا الطالب، هنا ذره الهيدروجين وقع بين ذرتين لهما سالبيه كهربيه كبيره، على طول يعمل رابطه هيدروجينيه، وهنا الهيدروجين وقع بين ذرتي اكسجين لهما سالبيه كهربيه كبيره، يبقى بين كل جزيئين حمض
عنده رابطتين هيدروجينيتين. والاستر؟ طب والاستر ما عندوش، عنده المجموعات الهيدروكسيل ده، فبالتالي ما يعملش روابط هيدروجينيه. جميل. يبقى انا عندي الاحماض الكربوكسيليه تحتوي على رابطتين هيدروجينيتين بين كل جزيئين حمض، اما الاسترات ما عندهاش مجموعات هيدروكسيل، وبالتالي لا توجد بين جزيئاتها روابط هيدروجينيه. عندنا بعض الاسئله في التسميه، تسميه المركبات العضويه. ما تنساش ان لو مركب احادي الكان يعني الف نون، رابطه ثنائيه ي نون، ثلاثيه الف ي نون، كحول واو لام، كيتون واو نون، حمض واو ي كاف، اما الاستر واو الف ت بعد الالكان. طيب معلش يا استاذ رمضان، قبل ما نسيب الاستر ده اتفضل، ما احنا هنكتب حاجه في الاحماض. في حاجه كده برضو فضل. يعني جه سؤال قبل كده قال للطالب سمي لي المركب ده حلقه بنزين، وهنا سي او او سي اتش 3. تمام. فانا عندي التسميه بتاعته بنزوات الميثايل. يبقى تمام. المركب ده اسمه ايه؟ بنزوات استر بنزوات الميثايل. وده تسميه شائعه وايضا الاثنين مع بعض. ماشي كده؟ الاستر الاروماتي كده. قال لي هات لي الايزومر بتاعه. اتفضل. الايزومر بتاعه هيبقى سي اتش 3 سي او او، وهنا حلقه الايه؟ حلقة البنزين. وده حسب نظام الايوباك عند ذرتين كربون، يبقى اسمه ايسانوات الفينايل. جميل. لحد كده ده ايزومر لده. هو بقى بيقول لي ايه؟ انا عايزك تكتب لي معادلات التحلل النشادري للاثنين. حلو. اتفضل. عايز تحلل نشادري للاولاني وعايز تحلل نشادري للايه؟ للثاني. الطالب ما يرتبكش. يعني انت لو انت فاهم كيمياء عضويه مش هتتلخبط. مجموعه الاستر بقسمها نصين، بقسمها نص. الله يفتح عليك. اجيب الكحول والاميد على طول. خلاص خلصت كده. يعني الاستر سي او او، بنفصل ما بين الاو والاو، والجزء الثاني ده بطلع منه ايه؟ الكحول، والجزء الاول بطلع منه ايه؟ الحمض اللي موجود في الاستر. طبعا ما ينفعش كلام نظري، نشوف الايه على الورق كده مع الاستاذ فاضل. ادي هنا عندي تحلل نشادري اللي هو ال ان اتش 3، انا كاتبها اتش ان اتش 2 عشان بس الطالب، انا ما بعملش حاجه، انا هاجي هقسم المركب بتاعي كده من الايه؟ بين ذرتين الاكسجين. انا عندي المجموعه دي مجموعه ميثوكسيد، دي هتدور على الهيدروجين وتطلع لي كحول، فهيديني سي اتش 3 او اتش زائد حلقه البنزين، وهنا سي او ان اتش 2 سي او ان اتش 2. يبقى المركب ده اسمه ايه؟ بنزاميد او بنزاميد، وده اسمه ميثانول. طيب الايزومر بتاعه ادي عندي سي اتش 3 وهنا سي او او وهنا حلقه الايه؟ حلقه البنزين. هفعله مع الاتش ان اتش 2 نفس الكلام. ما انا مش حافظ ده، انا فاهم. يبقى المجموعه دي كلها كده هتدور على مين؟ على الهيدروجين عشان يديني الفينول حلقه بنزين، وهنا ايه؟ او اتش. والمجموعه الثانيه اللي هو السي اتش 3 سي او هياخد الان اتش 2 ويديني اسيتامين. دي اسئله في غايه الاهميه، انت اللي انت درسته بتطبق عليه ايه؟ على الايه؟ على الاسئله الخارجيه دي. طيب ده سؤالين في غايه الاهميه، وخلي بالك الاسيتامايد والبنزاميد في غايه الاهميه. اكتب الصيغه البنائيه لبعض الاحماض. اكتب الصيغه البنائيه. احماض يبقى في مجموعه اساسيه عندي، مجموعه كربوكسيل، مفيش فصال. مركب الاولاني 2 3 ثنائي ميثايل بيوتان ويك، 2.3 ثنائي ميثايل بيوتان ويك. اللي بعده عايزين نكتب التلاتة مع بعض وبعدين نوضحهم. 2.4 ثنائي كلورو حمض بنزويك، 2.4 ثنائي كلورو حمض بنزويك. المركب الثالث بيوتان ويك. عاوز اكتب الصيغ البنائية للاحماض التلاتة اللي عندي دي. تمام. انا اقول للطالب خليك ناصح وانت بتكتب الصيغة البنائية، هو بيقول لي بيوتان ويك، اول حاجه اعملها ايه؟ اكتب مجموعه الكربوكسيل اللي هو السي ورابطه ثنائيه او وادي او اتش،
ده كده مجموعه الكربوكسيل. هو بيقول لك بيوتانويك، ادي كده واحد ذره الكربون بتاع مجموعه الكربوكسيل بتتحسب مع السلسله. ايوه يبقى دي كده واحد، وهنا احط كربون اتنين تلاته اربعه. هو بيقول لي حط على ذره الكربون رقم اتنين مجموعه ميثايل، ادي مجموعه ميثايل سي اتش 3، وحط على ذره الكربون رقم تلاته برضو مجموعه ميثايل، ادي سي اتش 3. طب والباقي عب هيدروجين واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. ده الطالب الفاهم شغال على المهل. يبقى دي مجموعه الكربوكسيل، ادي واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى ده بيوتانويك على ذره الكربون رقم اتنين، لان انا برقب من الناحيه اللي فيها المجموعه الوظيفيه. يبقى دي ذره الكربون رقم واحد، وهنا ده اتنين تلاته اربعه. على ذره الكربون رقم اتنين حطيت مجموعه ميثايل، وتلاته برضه حطيت مجموعه ميثايل، يبقى المركب ده اسمه اتنين تلاته ثنائي ميثايل بيوتانويك. طالب يشوف كلمه ثنائي ميثايل، ثنائي ميثايل يبقى عارف ان في مجموعتين ميثايل. تمام. لكن لو طلب منك في المركب ده بالذات وقال لك احسب عدد مجموعات الميثايل، ما تسرعش من الاسم، بص للصيغه اللي قدامك. ثنائي ميثايل يعني في اتنين ميثايل. ما انا عندي مجموعه ميثايل على الطرف، يعني عنده ثلاثه مجموعه ميثايل، يبقى اتنين تلاته ثنائي ميثايل ايه بيوتانويك زي ما موجود كده وظهر وحددتها حضرتك. عنده ثلاث مجموعات ايه؟ سي اتش 3، سي اتش 3، وادي سي اتش 3 الطرفيه. حلو. تمام. عنده رابطه باي المركب ده؟ في عنده رابطه باي بين ذره الكربون والاكسجين في مجموعه الكربوكسيل. يبقى لازم الطالب عارف يحدد عدد باي، عدد سيجما، المركب مشبع غير مشبع، المركب حمضي كحولي وهكذا. تمام. المركب اللي بعد كده 2 4 ثنائي كلورو حمض بنزويك. حمض بنزويك في الذره الثانيه والرابعه ثنائي كلورو. سهله جدا في ادي هنا كلور، وهنا رقم اربعه برضو للكلور. ده موجود في كتاب المدرسه السؤال ده. تمام. 2 4 ثنائي كلورو حمض بنزويك. طيب البيوتانويك. بيوتانويك يبقى انا عندي ادي السي والرابطه الثنائيه او، وادي الاو اتش، ده كده ذره كربون 2 3 4، وهنا هيدروجين 2 3 أربعة، وهنا هيدروجين اتنين تلاتة. تمام. ده المركب ده اسمه ايه؟ بيوتانويك. جميل. مصدره ايه الحمض ده؟ حمض بيوتانويك. جاي من حمض بيوتريك. بيوتريك يعني جاي مصدر إيه؟ من الزبدة. الزبدة. يبقى في الأحماض لازم أعرف المصدر بتاعها. ما عندناش غير أربعة بس للمصدر. اللي هو حمض الفورميك مصدره النمل، حمض الأسيتيك مصدره الخل، بيوتريك أو بيوتانويك مصدره الزبدة. بالماتيك مزاله زيت، المصدر بتاعه زيت الايه؟ النخيل. برضو ما تنساش يا جماعه، ما تنسوش يا جماعه بعض الاحماض واستخداماتها المهم جدا، ولو زادت في جسم الانسان او نقصت ممكن تسبب بعض الامراض. يعني حمض لو زاد في جسم الانسان يسبب شد عضلي، اللي هو ايه الشد العضلي؟ تصلب العضلات، اللي هو حمض اللاكتيك. حمض لو نقص في جسم الانسان يسبب مرض الاسكربوت، اللي هو مين ده؟ حمض اسكوربيك. يبقى انا في بعض الاحماض ممكن نستخدمها في وسط الاطعمه بتاعتنا. طبعا الاحماض دي لو زادت في الجسم ممكن تسبب ايه؟ لو قلت تسبب ايه؟ حمض مهم جدا، بقول لو زاد يسبب شد عضلي، حمض ايه؟ اللاكتيك. لو قل حمض الاسكوربيك يسبب الاسكربوت. طيب الحمض الامين اللي عندنا حمض جليسين. من ضمن الاسئله بقى المهمه جدا عشان نريح المعادلات دي، اهم مسائل الكيمياء الكهربائيه. تمام. اهم اسئله الايه؟ البطاريات. ما تنساش النهارده تراجع كده بالراحه كده، وتمسك انت بتراجع وبتفتكر مع نفسك معانا البطاريات، اذا كانت خليه جلفانيه اوليه ولا ثانويه، ازاي تقارن ما بين ايه؟ ما بين خليه تحليليه وخليه جلفانيه. برضو زمايلكم جالهم سؤال كيف قارن بين الخلايا التحليليه والخلايا الجلفانيه في امتحان الازهر. طبعا انت بتحدد الانود موجب ولا سالب، الكاسود موجب ولا سالب في كل خليه. تحليليه بتحول من كيمياء الكهرباء ولا من كهرباء الكيمياء. الجلفانيه بتحول من ايه؟ يبقى انت عندك الجلفانيه بتحول من الكيمياء الكهرباء، تحليليه من كهرباء الكيمياء. طب الانود في الخليه الجلفانيه سالب، الانود في الخليه التحليليه موجب. طبعا الخلايا الجلفانيه خليه زئبق، خليه وقود، دي خلايا اوليه ودي هتوضح في الحلقات اللي جايه كل يوم احنا معاكم لغايه امتحان ان شاء الله. ايضا خلية
الثانويه زي خليه نيم، زي الخليه المهمه بتاعتنا الميركم الرصاصي مع بطاريه ايون الايه الاسم. يعني يا استاذ رمضان بالبلدي كده، اتفضل، سعادتك ما يجيش عليك الامتحان يوم الاربعاء الا وانت مذاكر ازاي تقارن بين الخلايا الاربعه من حيث الانود، من حيث الكاثود، من حيث الالكتروليت، من حيث المعادله الكليه والقوه الدافعه الكهربائيه. يبقى لازم الطالب يبقى مذاكر الاربع حاجات دول، انودك، كاثودك، واكسده تفاعل الاكسده وتفاعل الاختزال، المعادله الكليه، القوه الدافعه الكهربائيه. وما ننساش كمان وفيها اسئله تعلل في غايه الاهميه. اتفضل. يعني مثلا ليه بيفضل الليثيوم لما اجي استخدمه في بطاريه ايون ليثيوم؟ ليه استخدمت ليه؟ السؤال موجود في كتاب المدرسه. اخف المعادن، اخف المعادن، وجهد اختزاله، اختزاله بتاعه ايه؟ الله يكون ايه؟ صغير جدا. الله يفتح عليك. لان جهد اكسدته عالي. تمام. هو ده في قمه المتسلسله اللي تمام. موجوده عندنا. تمام. طيب مسألة بسيطة كده معانا، بس حاول تحلها صح كده ايه معايا في الورقة. طبعا بالنسبة للطلبة، احسب كمية الكهرباء بالكولوم. طالب كمية الكهرباء بالكولوم حددها لك. باب رابع، اللازم لترسيب مول واحد من الخرصين عند التحليل الكهربي لكلوريد الخرصين. تحليل الكهربي لكلوريد الخرصين، انا عاوز كمية كهرباء بالكولوم لازم ترسيب مول واحد من الخرصين عند التحليل الكهربي لكلوريد الخرصين. هو والله لو حن عليه هيديله الصيغه الكيميائيه عشان يعرف ان الخرصين ثنائي. ما الخرصين محفوظ، ولكن هو عارف جود. انك انت ان الخرصين ما عندوش غير تكافؤ واحد بس، اللي هو ما احنا السلسله الانتقاليه الاولى، عشان كده ده اساس شغل السلسله الانتقاليه الاولى. السلسله الانتقاليه الاولى عندك 10 عناصر، العشر عناصر كلها متعدده في حالات التاكسد ما عدا اثنين. السكانديوم موجب ثلاثة ما عندوش غيره. تمام. الخرصين موجب اثنين ما عندوش غيره. الباقي كله عنده موجب اثنين وموجب ثلاثة بالإضافة لبعض الأكاسيد إيه الثانية. اتفضل. فأنا عندي في قانون في غاية الأهمية، يعني دايما بقول للطالب ده بنسميه القانون المنسي. إيه هو تعريفه؟ كمية الكهرباء اللازمة لترسيب مول من المادة بيساوي التكافؤ في فرادي. ده لو عايز السؤال بالفرادي، او التكافؤ في 96500 وده بالكولوم. يبقى ده احنا انا عن نفسي بسميه القانون المنسي، كمية الكهرباء اللازمة لترسيب مول واحد من المادة التكافؤ بتاعه او الالكترونات اللي بيفقدها او بيكتسبها في فرادي. ده لو عايزها بالفرادي. طب لو عايزها بالكولوم هضرب التكافؤ في 96500. هو حدد لي هنا احسب كمية الكهرباء بالكولوم اللازمة لترسيب مول واحد من الخرصين اللي هو زد ان موجب 2، تكافؤه كام؟ 2. هو عايزها بالكولوم هضربه في كام؟ 96500. يبقى الناتج بتاعي بالكولوم يبقى 2 في 96500. تمام. تمام. برضه مسألة في الجزئية الخاصة بالكيمياء الكهربية، لو قال لي احسب كتلة الكلور الناتجة من تحلل كلوريد النحاس الثنائي عند امرار تيار كهربي شدته 10 امبير خلال زمن قدره نص ساعة، ومديني الكتلة المولية عندي للكلور ب 35.5. يبقى عاوز كتلة الكلور اللي نتجت عند تحليل كلوريد النحاس، كلوريد النحاس الثنائي CuCl2. كتلة الكلور لما مر التيار شدته 10 امبير خلال زمن قدره نص ساعة والكلور كان 35.5. 35.5. احسب كتلة الكلور الناتجة من تحلل كلوريد النحاس 2 عند امرار. أول حاجة أنا بعملها في الحل إن أنا بجيب كمية الكهرباء. كمية الكهرباء بتساوي شدة التيار بالامبير في الزمن بالثواني. اتاكد من الحتة دي، شدة التيار بيساوي كمية الكهرباء بيساوي شدة التيار في الزمن بالايه؟ بالثواني. هو مديني شدة التيار كام؟ 10 امبير. مديني الزمن كام؟ وبيقول لي نصف ساعة يعني 30 دقيقة، اضربها في كام؟ في 60. يبقى انا عندي كده 3 اصفار و3 في 6 ب 18، ده ايه؟ 18000 كولوم. هو بيقول لي احسب كتلة الايه؟
كتلة الكلور. أول حاجة بعملها إيه؟ بجيب الكتلة المكافئة للكلور، الكتلة المكافئة للكلور بيساوي الكتلة الذرية اللي هو 35.5 مقدرة بالجرامات على التكافؤ اللي هو الأحادي، يبقى يساوي كام؟ 35.5 جرام. خلاص كده؟ كده كتلة المادة اللي عندي باخد كمية الكهرباء. يبقى قدام الطالب حلين، يا إما يستخدم القانون وده أسهل وده أو ماشي، يا إما يستخدم المقص. تمام، اللي يريحه. طيب فضل. ماشي كده؟ لو خدنا القانون يبقى كتلة المادة بتساوي كمية الكهرباء في كتلة مكافئة على قيمة الفرادية. كتلة المادة، كتلة المادة اللي عندي بتساوي كمية الكهرباء في كتلة مكافئة، في كتلة مكافئة على قيمة الفرادية اللي هي 96500، اللي هو 96500. احنا فكيناها هنا ليه؟ عشان انا جايب كمية الكهرباء بالكولوم. ايوه، طالما جايبها بالكولوم هقدر اشتغل عليها صح. طيب يبقى انا كده هعمل ايه؟ كمية الكهرباء بالكولوم اللي هو 18000، كتلة المكافئة اللي هو 35.5 على 96500، اطلع الناتج بتاعي بالايه؟ بالجرام. تمام تمام, تمام. طيب برضو من ضمن الاسئله اللي عندنا، اوعى يا جماعه تنسوا زي ما قلنا في اول الحلقه قاعده لوشاتلي. قاعده لوشاتلي مهمه جدا جدا، عاوزين نفتكرها مع بعض باي مثال من الامثله اللي احنا درسناها. وافضل مثال ليها عشان نوضح اثر حراره، اثر ضغط، اثر اضافه عامل حفاز، اثر ايه؟ تركيز. طبعا العامل الحفاز لا يؤثر على ايه؟ وضع الاتزان في التفاعل الايه؟ المتزن. افضل مثال عندنا تطبيقه في تحضير غاز النشاط بطريقه هابر-بوش. يعني انا لو خدت نيتروجين مع 3 هيدروجين اداني 2 نشادر، دلتا اتش بتاعتها اشارتها سالبه، سالب دلتا اتش سالب. انا هنا التفاعل ده متزن في اناء مغلق، تم تحضير غاز النشادر، عاوز اعرف ازود غاز النشادر قد ايه؟ باربع طرق. يعني انا عاوز ايه؟ أربع طرق لزيادة غاز النشاط. من هنا ممكن نشرح قاعدة إيه؟ لوشاتلي. كم طريق؟ أربع طرق. يعني أربع طرق. يبقى السؤال بتاعك إيه؟ أيوه. عايز إيه؟ كيف؟ كيف؟ أو ما هي طرق؟ ما هي طرق زيادة؟ ما هي طرق زيادة؟ زيادة غاز؟ كمية غاز النشاط. النشادر. ما بين قوسين أربع طرق. أنا أربع. عاوز أربع طرق. عايز أربع طرق. ماشي. نشرح بقى التركيز. طيب. والضغط والحراره والحفاز في جزئيه التفاعل اللي عندي. طيب. ده زي ما قلت انا في اول كلامي في المساله دي او المثال ده، ان العامل الحفاز لا يؤثر على موضع الاتزان في التفاعل الايه؟ الانعكاس. طيب اول طريقه اتفضل، زياده تركيز المتفاعلات. جميل. يبقى اول رقم واحد زياده تركيز المتفاعلات اللي هو مين؟ النيتروجين وغاز الهيدروجين. دي أول طريقة. بعد كده رقم 2، التفاعل ده تفاعل طارد للحرارة، يبقى أعمل عملية تبريد. يعني الطريقة التانية خفض درجة الحرارة اللي هو اتعملت الايه؟ التبريد. رقم 3، عندي حجوم النواتج أقل من حجوم المتفاعلات، يبقى الطريقة التالتة زيادة الضغط، ازود الضغط التفاعل يمشي في الاتجاه الاقل حجما. عندي الطريقة الرابعة سحب غاز النشادر من التفاعل، وده دايما بتغيب على الطلبة الطريقة الرابعة دي، ان انا كل ما اسحب غاز النشادر من التفاعل هيديني التفاعل في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه الطرد. يبقى انا عندي الطريقة الاولانية ان ازود تركيز الهيدروجين وتركيز النيتروجين اللي هي المتفاعلات عشان التفاعل طارد الحراره، اخفض درجه الحراره في التفاعل يمشي في الاتجاه الطردي، حجوم المتفاعلات اكبر من حجوم النواتج، يبقى كلما زاد الضغط ينشط التفاعل في الاتجاه الاقل حجما، وبعد كده اسحب غاز النشادر التفاعل يمشي في الاتجاه الطردي ويديني غاز نشادر. ده كده اربع طرق ازود بيها كميه غاز النشادر الناتج من التفاعل. ناخد مثال من أمثلة لحساب حاصل الإذابة. سؤال مهم. حاصل الإذابة ما تنساش تعريفه. حاصل الإذابة لازم أخد بالي إن في تعريفين هنا في الجزئية دي في صفحة في كتاب المدرسة، حاصل إذابة ودرجة إذابة. التعريفين دول بيجوا كمصطلح علمي كتير قوي، حاصل إذابة ودرجة إذابة. لو رجعت صفحة لورا
حاصل ايوني الميه. الثلاثه دول لازم يتكرروا معانا في كل الامتحانات. طبعا لما اجي اتكلم على المساله اللي معانا احسب حاصل الاذابه بمركب بروميد الرصاص بي 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 ار 2، علما بان درجه اذابته 1.4 من 100. تكتب معايا حضرتك، علما بان درجه الاذابه 1.4 من 100 في 10 اس سالب 2. 1.4 من 100 في 10 اس سالب 2 مولاري طبعا. هو بيقول لي احسب حاصل الإذابة. انا اول حاجة بعملها بكتب معادلة التأين. انا عندي هنا بي 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 ار 2 واكتب تحت منه سوليد. حاصل الإذابة يبقى مادة صلبة على طول. ليه بعمل كده؟ في طالب يقول لي يا استاذ اولا مطلوب مني الحالة الفيزيائية في حاجات تتكتب فيها الحالة الفيزيائية وفي حاجات بتتجاوز عنها. هنا عندي في حاصل الإذابة لازم تكتب الحالة الفيزيائية. ده التفاعل ده هيدينا بي بي زائد 2 زائد 2 بي ار سالب. هو بيقول لي انا عايز حاصل الاذابه لمركب بروميد الرصاص. يبقى انا عندي كي اس بي هيساوي تركيز الرصاص بي بي زائد 2 مرفوع لاس 1 في البي ار سالب مرفوع لاس كام؟ 2. طيب انا عندي اخلي بالي ان التركيز بيساوي عدد المولات في درجة الإذابة. تمام، عدد المولات اللي عندنا في درجة الإذابة. يبقى أنا عندي الكي اس بي هيساوي عدد المولات بتاعت الرصاص كام؟ 1. درجة الإذابة كام؟ 1.4 من 100 في 10 أس سالب 2. أدي كده القوس الأولاني. نيجي عند القوس الثاني، عندي عدد المولات كام؟ 2 في درجة الإذابة اللي هو 1.4 من 100 في 10 أس سالب 2، بس كل ده مرفوع لأس كام؟ لأس 2، واستخدم الآلة واطلع الناتج بتاعي. أقول تاني خلي بالك التركيز ده بيساوي إيه؟ عدد المولات في درجة الذوبانية مرفوع لأس 1. طب وهنا تركيز البروم بيساوي عدد المولات في درجة الذوبانية، ما انساش إنه مرفوع لأس 2. الآلة طبعًا بتخدمك في إنك أنت تطلع الإيه؟ الناتج ده. جميل. يبقى انا كده حسبت حاصل الايه؟ حاصل الاذابه. طالما في حاصل الاذابه وباب ثالث معانا في جزئيه مهمه من المسائل تاني لازم ناخد بالنا منها، اللي هو حساب تركيز الهيدرونيوم، حساب تركيز الهيدروكسيد، ايضا قيمه البي اتش والبي او اتش. كلنا عارفين ان البي اتش هو يعتبر ايه؟ الاس سالب لوغاريتم تركيز ايون الهيدروجين، او البي او اتش سالب لوغاريتم تركيز ايون الهيدروكسيد. الاثنين مجموعهم مع بعض بي اتش وبي او اتش مقدار ثابت بيساوي كام؟ 14. عايزين نشوف مساله كده بسيطه على تأيون هيدروكسيد الامونيوم. احسب تركيز ايون الهيدروكسيل في المحلول وكذلك الرقم الهيدروجيني. خلي بالك من الاثنين، تركيز الهيدروكسيد والرقم الهيدروجيني لمركب محلول النشادر تركيزه 1 من 10 مولار وثابت تأينه 1.6 في 10 أس سالب 5. المسألة تاني، احسب تركيز ايون الهيدروكسيد في المحلول كذلك الرقم الهيدروجيني لمحلول النشادر تركيزه، محلول النشادر اللي هو هيدروكسيد الامونيوم، 1 من 10 مولار وثابت التأين 1.6 في 10 اس سالب 5. تمام كده. طبعا لازم الاول نجيب تركيز الهيدروكسيد. تركيز الهيدروكسيد هو ممكن السؤال كمان يقول لي هات درجه التأين تفكك الفا. نجيبها نزودها. ماشي كده، نزودها في يعني انا مثلا عندي الفا بيساوي زياده عن السؤال. يعني ممكن هنا جذر كي بي على سي بي، يعني على اساس ان ده عباره عن درجه التأين. ده كده درجه التأين. كويس، خلاص كده استفاد على طول. يبقى انا هاخد الكي بي على الايه؟ التركيز واطلع الناتج بتاعه. ده سؤال زودته حضرتك دلوقتي على السؤال بتاعنا. ممكن يبقى مطلوب احسب درجه التأين. طيب يبقى انا عندي عايز تركيز ايون الهيدروكسيد السالب هيساوي جذر كي بي في سي بي. هنوضح الورقه بس. تمام.
اتفضل. خلاص كده هيساوي جذر الكي بي بكام؟ 1.6 من 10 في 10 اس سالب 5 في تركيز بتاعي هيساوي كام؟ 1 من 10 طلع الناتج. حلو قوي، يبقى كده في ناتج للتركيز بالمول لكل لتر. تمام كده حسبت تركيز الهيدروكسيد. تمام اقدر اجيب البي اتش. اه واجيب البي او اتش الاول. يبقى الرقم اللي هيطلع ده، الرقم اللي هيطلع عندي ده هجيب منه البي او اتش. يبقى البي او اتش هيساوي ناقص لوج تركيز ايون الهيدروكسيد السالب اللي انت جبته اللي انا حسبته. اطرحه من كام بعد كده؟ اطرحه من 14 يديني البي اتش. يبقى البي اتش هقدر اخده ان انا اخد الرقم اللي هطلعه في الاخر ده اللي هو البي او اتش. ايوه واطرحه من قيمه 14. تمام الله يفتح عليك. طيب بعد ما شفنا بعض المسائل المهمه جدا النهارده معانا، ممكن يسالني سؤال كيف نحصل على تاني معادلات؟ هم الامتحان كله معظمه معادلات دي كيمياء. عاوز اطلع اكسيد حديد ثنائي من هيدروكسيد حديد ثلاثي. عايز اكسيد كيف نحصل على اف اي او من اف اي او اتش باي 3. سؤال حلو. كيف نحصل على اكسيد حديد ثنائي من هيدروكسيد حديد ثلاثي؟ هيدروكسيد الحديد ثلاثي اللي هو الاف اي او اتش باي 3 باخد منه 2 مول واعمل له تسخين اعلى من 200 درجه سلزيه، هيدينا Fe2O3 زائد H2O. عشان اظبط المعادله هنا اكتب كام؟ 3. اديني اكسيد حديد 3 زائد الميه. اكسيد الحديد 3 Fe2O3 هختزله بواسطه الهيدروجين او اول اكسيد الكربون عند درجه حراره من 400 الى 700 درجه. مهم جدا الدرجات. هيدينا 2 مول من ال Fe2O زائد مول من الميه. ده سؤال من الاسئله في غايه الاهميه. من هيدروكسيد الحديد 3 كيف تحصل على اكسيد الحديد 2 او ازاي تحصل على اكسيد حديد 2 من هيدروكسيد حديد 3؟ من ضمن الاسئله اللي برضو النهارده نركز عليها كده اختبارات مهمه جدا، منها تفاعل اختبار باير، قاعده ماركينيكوف، كمان تفاعل الكلى لفريدل اي كرافت. تحويله كده بيقول لنا كيف نحصل على ميتا كلورو نيترو بنزين. ميتا كلورو نيترو بنزين من هكسان عادي. من هكسان عادي. الهكسان العادي. قبل ما نجاوب السؤال هنا انا عاوز اطلع ايه؟ ميتا كلورو نيترو بنزين، جنب كلمه البنزين في كلمه نيترو، يبقى انا لازم اعمل نيتره قبل ما ادخل الكلور، قبل ما اعمل هلجنه. ميتا كلورو نيترو بنزين، يعني البنزين اعمل له نيتره، بعدين اعمل له هلجنه. بس انا عاوزه من هكسان عادي، يبقى لازم احضر البنزين من هكسان عادي. وتحضير البنزين عندنا كام طريقه؟ 5 طرق. من الهكسان العادي اعمل له اعاده تشكيل محفز. من بنزوات صوديوم تقطير جاف وده في المعمل. من اسيتيلين ودي بلمره ثلاثيه ده من مشتقات البترول. من فينول اخده مع براده الخرسين او نقول عليه تراب الخرسين في عمليه اختزال للفينول. او من الفحم الحجري لما اعمل له تقطير اتلافي ثم تقطير تجزيء. طبعا السؤال هنا من هكسان عادي عاوز اوصل لميتا كلورو نيترو بنزين. تمام. قبل ما نوضح السؤال يا استاذ سامي، عاوزين نشوف المجموعات اللي بتوجه للوضع ميتا. والمجموعات اللي بتوجه للوضع اورس وبارا. وضح لنا اجابه السؤال. المجموعات اللي بتوجه للوضع اورس وبارا مجموعه الالكايل، الهالوجينات، ومجموعه الهيدروكسيل، ومجموعه الامينو. المجموعات اللي بتوجه للوضع ميتا مجموعه الكربوكسيل، ومجموعه الالديهيد، ومجموعه الكيتون، ومجموعه النيترو. فانا عندي هو بيقول لي ميتا نيترو كلور، يبقى انا عندي مجموعه النيترو هتوجه للكلور للوضع ايه؟ للوضع ميتا. هو بيقول لي من الهكسان العادي، طب انا عندي الهكسان العادي الرمز بتاعه ايه؟ سي اتش 3 وبعد كده سي اتش 2 الكل 4، دي مجموعه 4 مجموعات ميسين، وهنا سي اتش 3 ده الهكسان العادي. طب انا عايز اكتبه سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 4 مرات، انت حر. سيان ده هعمل له ايه؟
اعمل له اعاده تشكيل محفز تسخين في وجود البلاتين كعامل حفاز، هيديني البنزين العطري، عشان كده بنسميه اعاده تشكيل. حولت سلسله كربونيه مفتوحه الى حلقه غير مشبعه، ويديني 4 مول هيدروجين. كده انا حصلت على البنزين. افاعل البنزين مع حمض النيتريك حلقه بنزين، افعله مع الاتش ان او 3 في وجود حمض الكبريتيك H2SO4 يكون مركز، وسخن لحد 50 درجة سلزية، هيدينا مية H2O زائد حلقة البنزين، وهنا هتخش مجموعة النيترو كمجموعة بديلة للهيدروجين. مجموعة النيترو البديلة للهيدروجين دي مجموعة موجهة للوضع ميتا. يبقى انا عندي النيترو بنزين NO2 هيتفاعل مع الكلور CL2 في وجود برادة الحديد كعامل حفاز، هيدينا HCl زائد حلقة بنزين، وادي ال NO2 والكلور يتوجه للوضع ايه؟ ميتا. يبقى المركب ده بنسميه ميتا كلورو نيترو بنزين. يبقى السؤال هنا بيقول لي ميتا كلورو نيترو بنزين من الهكسال عادي، 3 خطوات: اعادة تشكيل محفز، بعد كده النيترة، والناتج اعمل له كلورة او بعمل له ايه؟ هلجنة. جميل. يدينا ميتا كلورو نيترو بنزين. نيترو بنزين. بنزين. طيب برضو من الاسئلة اللي احنا بنراجعها النهاردة مع بعض، ان هي تفاعلات هلجنة الميثان. الميثان بيحتوي على 4 ذرات هيدروجين. لما اجي اعمل له هلجنة في وجود كلور بيتم في 4 خطوات. تمام. لو جاب لي السؤال ده على الايثان، الإيثان 6 خطوات. على البنتين 5 خطوات. يعني مثلا لو حبينا نقول سؤال: كيف نحصل على كلوريد ميثيلين من الميثان؟ كلوريد الميثيلين من الميثان. عشان اطلع كلوريد ميثيلين من ميثان يبقى انا هعمل خطوتين في التفاعل. تفاعل استبدال احلال، ان انا ببدل هنا ذرات الهيدروجين بايه؟ بالكلور في وجود ايه؟ طبعا العامل الحفاز اللي موجود عندنا او اليوفي. شوف كده استاذنا الفاضل اللي كتبتها، ادي غاز الميثان بيتفاعل مع الكلور في وجود الترا فايلوت، يديني كلوريد ميثايل. كلوريد الميثايل هيكمل تفاعل مع الكلور برضو في وجود الالترا فايلوت، هيديني HCl زائد CH2Cl2 اللي هو كلوريد الميثيلين. السؤال ده سؤال في غاية الأهمية. الطالب أوقات في حاجات كده بتتوه منه، معرفش إيه السبب يعني. ده من الأسئلة اللي الطالب إيه؟ يعني عشان هم 4 معادات ورا بعض ما بيقدرش يسنتر نفسه عند كلوريد الميثيلين. طب هو ممكن يقول لك من الميثانات كلوروفورم. فالطالب لازم يبقى عارف هو هيقف فين في التيار في التفاعل ده. طيب. من الأسئلة برضو المهمة أستاذ رمضان. اتفضل. إزاي أجيب من حمض الأسيتيك الايثير ثنائي الايصايل؟ عرفت عليك. سؤال في غايه الاهميه، من الاسئله المهمه جدا. ابني وبنتي الله يبارك لك اكتبي السؤال ده عندك. حمض الاسيتيك، من حمض الاسيتيك كيف نحصل على، كيف تحصل على الايثير المعتاد اللي هو الايثير الثنائي، ايثير ثنائي الايصايل. احنا عندنا عارفين ان حمض الاسيتيك اللي هو CH3COOH لما بعمل له اختزال بواسطه هيدروجين في وجود كرومات النحاس اللي هو CuCrO4 وسخن لحد كام؟ 200 درجة. درجه ايه؟ مئويه. 200 درجه ايه؟ مئويه. هيدينا ايه؟ ميه H2O زائد كحول ايثيلي اللي هو C2H5OH. يبقى ثاني كرومات بوتاسيوم عندي 200 درجه مئويه، هيدينا ميه. دول 4 ذرات هيدروجين، 2 ياخدوا الاكسجين، وبعد كده تحصل عمليه اختزال لحمض ليه؟ حصلت على مين؟ على الايثانول. احنا عارفين ان الايثانول لما بيتفاعل مع حمض الكبريتيك بيعتمد على حاجتين: كميه الكحول ودرجه الايه؟ الحراره بتاع التفاعل. لو انا هسخن لحد 180 درجه مئويه يديني ايثيلين او الايثين. طب لو سخنت لحد 140 درجه يبقى ادينا الايثير ثنائي. لو وقفت الحراره عند 80 هيدينا كبريتات ايصايل هيدروجين. يبقى في 3 درجات حراره هنا. الله يفتح عليك. 80 كبريتات ايصايل هيدروجينيه،
140 ادانا الاي سير، 180 ادانا الاي سي دي. نكمل التفاعل. ادي السي 2 اتش 5 او اتش، وهنا جزء ثاني سي 2 اتش 5 او اتش. انا بكتبها متفصصه كده، عندي هنا حمض الكبريتيك اتش 2 اس او 4 مركز وسخن لحد 140 درجه مئويه. خلي بالي التفاعل هشيل ميه، بنتزع جزيء ماء من جزيئين كحول. الشكل ده بشيل جزيء ميه من جزيئين كحول، هيدينا ميه H2O تمام زائد C2H5O وهنا C2H5، والمركب ده اسمه الايسير ثنائي الايصال او الايسير المعتاد. الاسئله دي من الاسئله اللي في غايه الاهميه من حمض الاسيتك، كيف تحصل على الايسير ثنائي الايصال. عندنا بعض اسئله علل ان شاء الله تبقى كويسه معانا النهارده. بيقول لي علل، ينطبق قانون فعل الكتله على محلول حمض الهيدروكلوريك ولا ينطبق على محلول حمض الاسيتك، ليه بينطبق قانون فعل الكتله هنا على حمض الاسيتك وليس حمض الهيدروكلوريك؟ العكس طبعا. هنا علل، ينطبق قانون فعل الكتله على حمض الاسيتك ولا ينطبق على حمض على محلول حمض الهيدروكلوريك، ده الصح بتاعه. تمام. ممكن يقول لي ينطبق قانون فعل الكتله على محلول هيدروكسيد صوديوم. تمام، محلول هيدروكسيد صوديوم. لا يا استاذ، ده على محلول هيدروكسيد الامونيوم. الكلام دوت ليه بينطبق محلول او قانون فعل الكتله على ايه؟ على الحمض الضعيف ولا ينطبق على الحمض القوي؟ يبقى على الحمض الضعيف حاجه والحمض القوي حاجه. السؤال تاني علل، علل، ينطبق قانون فعل الكتله على محلول حمض الاسيتيك ولا ينطبق على محلول حمض الهيدروكلوريك؟ طيب طارق بيتابع معايا كده، اتفضل. ادي عندي حمض الهيدروكلوريك ومعادلة التأين بتاعه في المية، وعندي حمض الأسيتيك ومعادلة تأينه في المية. لو الطالب جه بص لمعادلة تأين حمض الهيدروكلوريك في المية هيشوف إن أنا عامل سهم واحد بس، لأن التأين إيه؟ تام. يبقى هيديني أيون الهيدرونيوم زائد أيون الإيه؟ الكلورين. التفاعل ده ما بيرجعش تاني. يعني أنا عندي نواتج ما عنديش متفاعلات، يعني عندي بسط ما عنديش إيه؟ مقام. يبقى لا ينطبق قانون فعل الكتلة على محاليل الالكترولايتات القوية لأنها تامة التأين، لا تحتوي على جزيئات غير متأينة، يعني كله متأين ما عنديش غير متأين. طب اشمعنى في حمض الأسيتيك بيتطبق؟ لأن عندي فيه هنا آيونات وعندي جزيئات غير متأينة. يعني التفاعل انعكاسي هنا في الأحماض الإيه؟ الضعيفة. تمام. سؤال أخير بسرعة عشان وقتنا خلص معاكم النهاردة. هنا لو قال لي علل، البروبان الحلقي مركب نشط كيميائي. طبعا عشان الزوايا اللي في البروبان الحلقي 60 ده بيؤدي الى تداخل ضعيف فسهل كسر الربط. ليه البروبان الحلقي والبيوتان الحلقي مركبات نشطه كيميائيه؟ ليه الهكسان الحلقي والبنتان الحلقي مركبات ثابته كيميائيه؟ ما تنسوش موعدنا ان شاء الله بكرة وبعده لو لينا عمر، وبعد كده مع زميلنا الأفاضل بكرة إن شاء الله هنتابع مع بعض ونكمل المراجعة. تعبنا أستاذ سامي النهاردة، بنشكرك أستاذ سامي، ربنا يجزاك خير، ويا رب بالتوفيق لأولادنا كلهم إن شاء الله، وإن شاء الله نوصل لحاجات جميلة جدا في بلدنا، ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.